موضوع الحرارة يا شباب، مش عايزين نقول عليه حرارة، يعني مش عايزين نقول عليه temperature كده ونسكت. لا، الموضوع أكبر مما نتخيل. ركز كده معايا الله يكرمك. إحنا عندنا في المنشآت اللي هي بنسميها long span structure، المنشآت ذو البحور الطويلة، أو بمعنى أصح ذو الأطوال الطويلة، يعني الطول بتاعها ممكن يصل ل 60 و70 و80 و100 متر كمان. ده في الطول، ما بتكلمش في العرض. المشكلة في المنشآت اللونج سبان ستراكشر دي ايه؟ ان مع تغير درجة الحرارة، يعني تحرك تغير في درجة الحرارة اللي هي دلتا تي، اللي احنا بنسميها التمبريتشر تشينج. لو تغير درجة الحرارة ده كان بالموجب، يعني درجة الحرارة بتزيد معايا زي في فصول الصيف مثلا، فممكن يحصل ايه للمنشأ؟ يحصل اكسبانشن، يتمدد. خلاص؟ ولو درجة الحرارة دي بقت بالماينس، يعني بدأت تقل زي فصول الشتاء، ممكن يحصل ايه للمنشأ؟ كونتراكشن، ممكن تقلص او ينكمش بمعنى اصح. تمام؟ طيب، احنا عارفين ان التغير في الطول ليه معادلة أساسية احنا خدناها في الفيزياء، اخدناها حتى في الاعدادي او في الثانوي، ان التغير في الطول بيساوي دايما معامل التمدد الحراري مضروب في التغير في درجات الحرارة مضروب في الطول الاصلي. ف لو انا التغير في درجه الحراره دي كانت بالموجب، يعني كانت بالزياده، فاكيد هيحصل تغير في الطول بالزياده. لو كانت بالسالب هيحصل تغير في الطول بالنقصان، بالسالب بمعنى اصح، اللي احنا سميناهم في الاخر الاكسبانشن او الكونتراكشن. لو حصل في المنشا تمدد او حصل في المنشا انكماش، ده يؤدي الى ايه؟ ريزلت ان يؤدي الى ستريسز، اجهادات. طبيعي جدا، انت حضرتك دايما اعتبر المنشأ ده كأنه زي البني آدم، فأنت كواحد أو كشخص واقف كده في أمان الله، شايل فقط الأحمال الرئيسية بتاعتك، وحد تاني جه يشدك أو جه يمد فيك أو جه يأثر فيك، يعني يزود طولك أو يأثر طولك بمعنى أصح. فهل أنت أصلا مصمم وأنت جاهز كشخص للتمدد والانكماش اللي بيحصل لك؟ أكيد لا. فبالتالي دي إجهادات زيادة حضرتك نسيت تاخدها في عملية التصميم. تمام؟ لو أنت صممت فقط المنشأ ده على فيرتيكال لوب، وما أخدتش في حسبانك إن مع الطول الطويل ده ممكن يحصل إكسبانشن أو كونتراكشن. صح؟ طيب، الاستريسز دي اللي اتولدت، اللي أنت أصلاً نسيت تاخدها في التصميم، ممكن تؤدي إلى إيه؟ ممكن تؤدي إلى حدوث دامج، انهيار أو دمار. الدامج ده مش فقط في العناصر الإنشائية، لا، ده ممكن يكون في العناصر الإنشائية والعناصر الغير إنشائية. يعني لو المنشأ تمدد معاك، فالعمدان هتميل لبره، ولما العمدان دي تميل، ما العمدان دي ما بينها حوائط الطوب اللي هي الواجهات، فالواجهات دي كده كده أصلا متصلة بالستراكشر إيلمنت، فهتميل هي كمان، والواجهات دي ممكن تكون كلادنج، تغطية، زي زجاج أو خلافه، مادة قاصفة يعني، ممكن تتكسر على طول، فبقى شكل الواجهه مش كويس. تمام؟ فمش والمشكله كمان يعني مش في الخرسانه بس، لا، في كمان العناصر الانشائيه. فعشان كده قلت لك ان لو الدمج ده حصل في العناصر الانشائيه وفي العناصر الغير انشائيه، ده يسبب مشاكل في الانتجريتي وفي السيرفيسابيلتي بتاعت المنشا. اولا الانتجريتي يعني شكل المنشا، شكل المنشا هيبقى مخيف للناس العاديين، صعب ان هم يستخدموه. تمام؟ فبالتالي موضوع السيرفيسابيلتي ان حد يستخدمه بقى في الظروف العاديه هيخاف ان هم يستخدموه. فالاكسبانشن او الكونتراكشن، او بمعنى اصح الاسبانات الطويله، لو انا ما اخدتش او ما درستش فيها تغير درجه الحراره خلال فصول السنه المختلفه، هيسبب ذلك ستريسز. الستريسز دي اديشنال ستريس، يعني جهات اضافيه انت ما خدتش بالك منها، ادت الى وجود بعض الدامج او بعض الكراكس في العناصر الانشائيه والعناصر غير الانشائيه اللي ممكن تؤثر على شكل وظيفة واستخدام هذا المبنى. خلاص؟ فبالتالي احنا بنيجي نقول ان التمبريتشر تشينج دي، التغير في درجة الحرارة، هي لود، هي في الاول وفي الاخر حمل، ما ينفعش احنا نتجاهله، يعني ده حمل، بس احنا ممكن نقول ساعتها ان دايركت لود، حمل غير مباشر، حمل غير مباشر، او معنى اصح هو حمل مؤقت، تمبرري لود، زي الزلازل والرياح كده، هي مش دايما موجودة، هي ممكن تبقى موجودة وممكن طول فترة عمر المنشأ ما تبقاش موجودة. صح؟ فاحنا ممكن نقول دلوقتي إن التغير في درجة الحرارة ما هو إلا حمل يعادل
حمل اللايف لود او الديد لود او حتى السوبر امبوز ديد لود او حتى كمان اللاترال لود زي الويند او السيزميك لود. يعني هي احمال، يعني هو حمل زي الاحمال الاخرى، ما ينفعش ان احنا نهمل الحمل ده ونتجاهله خالص. طيب انا قلت من شويه ان التغير في درجه الحراره يعمل ايه في الطول؟ بيمدده او بيأثره، يعني بيعمل له اكسبانشن او كونتراكشن. طيب الاكسبانشن او الكونتراكشن ده بتكون في انهي اتجاه؟ بتكون في مسقط الافق، يعني في الاتجاه العرضي للمنشأ، صح؟ اذا احنا ممكن نسمي الحراره دي برضو ايه؟ هورزنتال لود، يعني كانها حمل افق يعادل السيزميك لود يعادل الويند لود، يعني زيها زي حمل الرياح وحمل الزلازل. وبالتالي احنا ممكن نطلق بقى على التمبريتشر تشينج دي اللي هو التغير في درجه الحراره دراسه اسمها الثيرمال اناليسيس، التحليل الحراري للمنشآت. مش مجرد بقى ان احنا نعمل تحليل انشائي نتيجه الاحمال الرئيسيه اللي احنا عارفينها اللي هي الاحمال الدائمه والاحمال المؤقته اللي هي الديد لود واللايف لود، ودراسه زلزاليه او دراسه حرار رياحيه بمعنى اصح، او رياح. لا دلوقتي بقى في عندنا حاجه اسمها التحليل الحراري للمنشآت. المنشأ ده هيتأثر بالحرارة، حضرتك في فصل الصيف بتبقى أنت متأثر بالحرارة فبتخفف هدومك، لكن في فصل الشتاء أنت بتتأثر برضه بالحرارة فبتتقل هدومك. يعني أنت كإنسان صغير أهو في الحجم بتتأثر بالحرارة، ما بالك بقى منشأ ممكن يوصل ل 100 متر و200 متر وعبارة عن خرسانة، والخرسانة دي مكونات مختلفة من ركام كبير وصغير ومية وأسمنت وإضافات، خلاف ان جواها حديد، خلاف ان مع الخرسانه دي مكونات اخرى زي حوائط الطوب، وحوائط الطوب دي معاها البلاستر ومعاها المحاره ومعاها الدهانات، وممكن يكون في عندي خشب الابواب والشبابيك، وممكن يكون عندي كلادنج من انواع معينه. يعني المنشا ده اعتبره زي ما قلت لك كده في بدايه الامر زيه زي البني ادم، زيه زيك بالظبط. فانت لما بتيجي تحمي نفسك من الشتاء او بتيجي تحمي نفسك من الصيف، فانت لازم برضه تحمي المنشأ بتاعك من الصيف ومن الشتاء. طيب فدلوقتي قلنا كده نبذة بسيطة إن المنشأ ده عليه حرارة خلاص، خصوصا المنشآت الطويلة، لأن الطول الطويل هو اللي يؤدي إلى وجود اكسبانشن كبير أو كونتراكشن كبير، لكن الأطوال الصغيرة ممكن يبقى التمدد أو الانكماش حاجة بسيطة، بس برضه لحد قد إيه في الطول أقول التمدد والانكماش نجلكت، وحد قد ايه في الطول اقول الاكسبانشن والكونتراكشن كونسيدر في الديزاين، اعتبرهم في التصميم. الرقم كام؟ هل في رقم معين؟ ده برضو سؤال احنا محتاجين نساله لنفسنا. طيب ممكن يكون القرار بتاعك بقى في الاخر ايه بعد ما احنا عرفنا ان في عندنا حاجه اسمها سيرمال اناليسيس اللي هو التحليل الحراري للمنشآت طويله البحور او طويله الاطوال بمعنى اصح. في ناس هتقول لك ان انا ادرس الحراره دي، في ناس تانية تقول لك لا انا مش هدرس الحراره دي. يعني في عندنا فريقين، فريق هينضم ان هو يدرس الحراره، وفريق تاني يقول لك لا انا مش عايز ادرس الحراره. طيب لو خلينا في الفريق التاني اللي هو اللي مش عايز يدرس الحراره، طيب هيتعامل ازاي مع المشكله بتاعه الاكسبانشن والكونتراكشن؟ هيتعامل ازاي مع الاستريسز اللي ممكن تتولد؟ هيتعامل ازاي مع الكراكس اللي ممكن تحصل للاستراكشر اليمنت او النون استراكشر اليمنت؟ هيتعامل معاها ازاي؟ ما دي حاجه موجوده اصلا. هتلاقي الناس دي او الفريق ده يقول لك ايه؟ احنا هنقسم ديفايد استراكشر، هنقسم المنشا بتاعنا الى سمول سيجمنتس، الى ايه؟ الى قطع صغيره. طب هنقسمه ازاي؟ باستخدام الاكسبانشن جوينت، ان انا اعمل فواصل تمدد. اخلي الاطوال الطول الكبير اللي هو كان اسمه ال اقسمه الى عدد صغير من المنشات الصغيره الملاصقه لبعضها البعض، بحيث يكون كل منشا ليه طول صغير جدا، عند هذا الطول التاثير في التمدد والانكماش ممكن نهمله. فبالتالي انا ممكن المنشا اللي قدامنا ده ستراكشر اهو، المنشا ده انا مثلا قسمته لبارت رقم واحد وبارت رقم اتنين بارت رقم ثلاثة، ثلاثة بارت خلاص، كل بارت هيبقى ليه طول معين، أنا سميت الطول ده ال جي، مش شرط التساوي في الطول، لا ممكن كل بارت حسب طول معين. طب ال جي ده اللي هو إيه؟ اللي هو أقصى
مسافة بين كل فاصل تمدد وفاصل تمدد بعديه اللي عنده المفروض الاسترس اللي هتتولد نتيجة التمبريتشر تشينج نجلكت، نهملها لأن ملهاش تأثير ساعتها، مش هيبقى لها تأثير، مش هتسبب أي ضرر. إذا دلوقتي أنت محتاج أصلا تقول أنت فين هتحط ال ال جي دي، مكانها فين، وفي نفس الوقت تحسب الماكسيمم لينث، ده أكبر طول مسموح باستخدامه بدون ما يحصل أي مشاكل في التمدد والانكماش. إذا محتاج تحسب برضو طول ال ال جي دي وتوفقها مع المكان، ما هو المنشأ بتاعك مش هتروح مثلا منشأ 100 متر تقول له هقسمه 33 و33 و33، ما يمكن على 33 دي ما تعرفش تقسمه نتيجة ظروف معمارية معينة موجودة، هتقسمه كل 30 ومنشأ مثلا 30 ومنشأ تاني 40، طب ما يمكن ال 30 الأولانية نفعت بس ال 30 التانية مش نافعة فتعملها 20 فينفع، فتلاقي في الأخير بقى فيه 50. طب ما هو يعني أنت في برضه ظروف معمارية هتحكمك، لأن الدنيا مش في الحقيقة منتظمة، مش الريجولر بالنسبة لنا، يعني المنشأ مش ريجولر بالنسبة لنا، مش منتظم، أكيد في توزيع عشوائي في الأعمدة وتوزيع عشوائي في الشير وولز والحوائط نتيجة المهندس المعماري لما بيجي يعمل التقسيمة بتاعته. فبالتالي أنت محتاج تربط المكان بتاع الإكسبانشن جوينت بأقصى مسافة مسموح باستخدامها. إزاي هتوفق الاتنين دول مع بعض؟ ده سؤال محتاجين نجاوب عليه. طيب وبعد ما حضرتك قدرت تجاوب على السؤالين دول اللي هو المكان وأقصى مسافة مسموح بيها دون اعتبار أحمال الحرارة، دلوقتي دخلتك في حاجة تانية، إن ما بين كل منشأ ومنشأ أو بين كل سيجمنت وسيجمنت تانية بقى في فاصل، الفاصل ده هيبقى عرضه قد إيه؟ هتلزق الاتنين في بعض؟ وأنت عامل فاصل ليه؟ أنا عامل فاصل عشان يسمح بالتمدد، لان بعد حتى يعني بعد ما انا قسمت المنشأ الى قطع صغيره، هل القطع الصغيره مش هتتمدد؟ لا هتتمدد برضه، بس تمددها وقتها هيكون اقل من تمدد القطع الكبيره. اذا برضه لازم اعمل فاصل ما بين كل منشأ بمنشأ، هذا الفاصل ليه عرض معين، العرض المعين ده محتاجين نعرف ازاي، هاو ازاي نحسبه، العرض ده هيبقى قد ايه بالظبط، وهل في حاجات بتحكمه ولا لا. يعني الفريق اللي هيقرر ان هو ما يشتغلش سيرمال اناليسز وما يدرسش حراره على المنشا بتاعه، اذا خلاص هو حط نفسه في خانه ان هو يستخدم فواصل التمدد. فواصل التمدد دي اللي هيستخدمها، هل كده معناها ان انا اقول والله كل 30 متر هحط فاصل تمدد؟ الموضوع مش كده، ده انت يا باشمهندس هتحط كل مسافه معينه، المسافه دي انت محتاج تحددها بناء على ايه؟ بناء ان المسافه دي وقتها السيرمال اناليسز لو جيت درستها على المنشا الصغير ده لا تسبب اي اجهادات اضافيه، ولا تسبب اي مشاكل في العناصر الانشائيه، ولا تسبب اي مشاكل في العناصر الغير انشائيه، ووقتها اقول انها نجلكت. خلاص اذا الطول ده انت هتحسبه، ما تقوليش بقى والله الكود قايل ومش عارف ايه قايل، هنعرف دلوقتي ان في مشكله في الموضوع ده اصلا. طيب ولما تيجي تحسب اقصى طول ده، في حاجات تانيه هتوقفك اللي هي الكونفيجريشن بتاع المبنى، الجيومتري بتاع المبنى، المعماري نفسه هيعمل لك ايه؟ ما يمكن يوقفك هو كمان. يعني دي مشكله، يعني اللي بيختار الاكسبانشن جوينت ده ما فكرش ان هو حل المشكله، ده داخل نفسه مشاكل تانيه اصلا لازم هو يحلها برضه. وفي نفس الوقت عرض الفاصل ده، عرض الفاصل ده مجرد التمدد والانكماش بتاع الخرسانه بس بتيجي درجه الحراره. طب ما في حاجه تانيه، لو المنشا ده اصلا بيدرس عليه لاترال لود يعني زلازل، انت بقى كان المنشا ده كان منشا واحد اثناء دراسه الزلازل، طب انت دلوقتي قسمته الى 3 منشآت، لما تيجي تعمل زلازل بقى في عندك حاجه اسمها سايزميك سبريشن، فاصل زلزال، ما بقاش فاصل تمدد، بقى فاصل تمدد وفاصل زلزال في نفس الوقت. اذا انت محتاج تحقق المطلوبين دول، انك تحقق ان الفاصل ده عرضه يناسب تمدد المنشآت ويناسب الدريفت بتاع المنشآت او الديسبيس بتاع المنشآت اللي نتيجه الزلازل. مش شرط ان لما يحصل تمدد يحصل تمدد لبره او لجوه يعني في اتجاه واحد، لا يمكن المنشأ ده يتمدد كده، وفي نفس الوقت المنشأ اللي جنبه ده رقم 2 يتمدد الناحية التانية المعاكسة، فيحصل ما يسمى بالباوندنج افكت اللي هو ظاهرة التصادم. أنا بهرب من المشكلة بس بلاقي نفسي في مشكلة تانية، فالمشكلة دي احنا محتاجين ان احنا نحلها، محتاجين بقى نعرف ايه هي أقصى مسافة ممكن ان احنا نستخدمها بدون دراسة أحمال حرارية، نعرف المكان، نعرف عرض الفاصل ده. محتاجين نرجع بقى للنين، للناس اللي هي بتساعدنا، المفروض نرجع للستاندردز ونرجع للكودز ونرجع للريكومنديشنز، الناس الكبيره بقى. فتعالى كده ناخد نبذه بسيطه مصغره على اللي انا وصلت له، طبعا في حاجات كتير انا وصلت لها
الموضوع ده، بس انا هعرض لحضراتكم كده بدايه الامر، يعني الناس اللي بدات تفكر في الموضوع ده فكرت امتى، وبدا الموضوع ده يشغل العالم امتى. الموضوع ده اثار العالم شويه سنه 1970، يعني بدايته كانت تقريبا من 50 سنه. بدايته تقريبا كانت من 50 ده من 50 سنه، يعني الابحاث المتعلقه بالاكسبانشن جوينت او بالسينا اناليسيز بدات من 50 سنه فاتوا، او اكتر من 50 سنه بشويه. فتعال نروح نشوف الناس دي ايامها سنه 1970 عملوا ايه بمعنى اصح. الناس كانت تركز معايا. بيقول لك ان في عندنا واحد اسمه مارتن اند اكوستا، اثنين مش واحد، يعني عالم اسمه مارتن وعالم اسمه اكوستا، الاثنين دول علماء امريكيين سنه 1970. الناس دي عملت ايه؟ عملت كيرف زي ما حضرتك شايف كده، الكيرف اللي قدامك ده. الكيرف ده ليه علاقه ما بين الديزاين تمبريتشر تشينج، التغير في درجه الحراره، وهو هنا عاملها بالفرنهايت مش بالسيلسيوس. هتلاقيني اصلا انا كتبت فوق كل درجه حراره المقابل ليها بالسيلسيوس، يعني ال 40 درجه فرنهايت قدامها 5 سيلسيوس، ال 60 درجه فرنهايت 15 درجه سيلسيوس، ال 80 مثلا 26، ال 100 37 درجه سيلسيوس. والعلاقه ما بين اللينث بتوين اكسبانشن جوينت، اللي هو اقصى مسافه ممكن اعملها بدون ما ادرس حراره ما بين كل جوينت وجوينت، هو انا عاملها بالايه؟ بالفيت. تمام يا شباب؟ فانا برضو هتلاقيني قلت ال 100 فيت دي بتناسب 30 متر، ال 200 فيت دي تناسب 60 متر، وال 300 فيت دي بتناسب 90 متر. فالراجل ده عمل تجربة معينة، التجربة دي كانت على وان ستوري فريم، يعني فريم مكون من شوية جيردرز شوية كولمز، بس هو ستوري واحد يعني دور واحد فقط. وقام رايح عامل معادلة اسمها ال جي. تمام؟ ال جي دي بتعتمد على حاجتين زي ما حضرتك شايف كده، الار، وهنعرف الار دي عبارة عن ايه، والدلتا تي. الدلتا تي دي هنشوفها برضه عبارة عن ايه. قال لك الار دي هي قانون ليه علاقة بثلاث حاجات، ليه علاقه بارتفاع العمود، ليه علاقه بالانيرشيا بتاع العمود، ومعامل صغير اسمه الار. الار ده يا شباب اللي هي ستيفنس العمود لستيفنس الكاميرا، او العكس اللي هي الريلاتيف ستيفنس بمعنى اصح، الجساء النسبيه بين العمود والكاميرا. تمام؟ فهو مجرد ان انت عندك فريم هتجيب الريلاتيف ستيفنس بتاع الكاميرا والعمود، وبناء عليه انت معاك انيرشيا العمود ومعاك ارتفاع العمود، جبت الار. خلاص جبت الار. طيب الدلتا تي قال لك ان التغير في درجه الحراره المفروض لما نيجي نحسبه تلتين التي ماكسيمم ناقص التي مينيمم. التي ماكسيمم اللي هو اكبر درجه حراره ممكن تكون المنشا ده يتعرض ليها، التي مينيمم اللي هي اقل درجه حراره ممكن المنشا ده يتعرض ليها. ما ينفعش ناخد التي ماكسيمم ناقص التي مينيمم اللي هو الفرق بين الكبير والفرق بين الصغير، لان غالبا ده مش هيحصل. فقال لك هناخد تقريبا التلتين، يعني مش هتلاقي في نفس اليوم حصل التي مينيمم والتي ماكسيمم، يعني في نفس اليوم كده في الصبح لقيت ان انت عندك درجه حراره صغيره وبالليل درجه حراره كبيره، مش هيحصل في نفس اليوم. فقال لك دي احتماليه حدوثها صغيره جدا، فاحنا هناخد تلتين الماكسيمم ناقص المينيمم، فده ساعتها بنسميها تمبريتشر تشينج، تغير في درجه الحراره اليوميه بتاعت البيئه المحيطه. بس هو ضاف على التغير في درجه الحراره دي، ضاف حاجه اسمها تي اس لها علاقه بالشرينكج. هو ايه علاقه الشرينكج اصلا بتغير درجه الحراره؟ ده سؤال تاني محتاجين ان احنا نجاوب عليه. يعني انا شغال معاك دلوقتي عمال اقول حاجات معينه واقول ان ده سؤال محتاجين اجابه، ده سؤال محتاجين اجابه، المفروض نجمع الاسئله دي كلها ونجاوب عليها في الاخر. طيب فبعيد عن الراجل ده وبعيد عن الفكره اللي هو اقترحها، اللي هو درجة الحرارة الأساسية اللي هيستخدمها في عملية التصميم اللي هي تلتين أقصى درجة حرارة ناقص درجة حرارة صغرى، وهيضيف عليهم شرينكج درجة حرارة للشرينكج. هو في حاجة اسمها درجة حرارة للشرينكج؟ ده سؤال زي ما قلت لك عايزين نسأل نجاوب عليه. المهم هو بيوصل بمعادلة معينة إن هو يحسب درجة الحرارة التصميمية اللي هيشتغلها، وبناء على درجة الحرارة التصميمية يقدر يطلع مين؟ ال جي. ده معادلات طبعا، ال جي موجودة مرة هنا ومرة هنا، مرة بالفيت ومرة بالمتر. هو بقى عن طريق المعادلات دي قدر يعمل كيرف. الكيرف ده ليه علاقه ما بين الدلتا تي اللي هي درجه الحراره التصميميه، وما بين
ال جي اللي هو المسافه بين كل جوينت وجوينت، وعلى الكيرف هنا حسب كل قيمه ار معينه. احنا هنكتشف ان لو الار دي كبيره، الار دي كانت كبيره يا باشمهندس، هنلاقي ان احنا ممكن نستخدم مثلا اطوال مختلفه او اطوال كبيره للمنشات بدون فاصل تمد. يعني مثلا لو رحنا قلنا ان احنا عندنا درجه حراره 915 درجه سليزيوس، تمام، وعندنا الارض ب 10، بص كده، لو انا طلعت انا ممكن اعمل منشا كل 200 متر بدون دراسه حراره. يعني اعمل منشا كل 200 متر بدون دراسه حراره، لو عندي المنشا عباره عن درجه حراره تصميميه 15 درجه سليزيوس وكانت الار 10، بس خلي بالك الكلام ده لو وان ستوري فريم، انا بقول فريم يعني بقول كاميرا وعمود، ما قلتش سقف وعمود، تمام. طيب الحسابات دي كلها هو عملها بناء على الاي سي اي 318 سنه 63، لان احنا اتفقنا دلوقتي ان الراجل ده كان سنه كام؟ 1970. الراجل ده لما جه يعمل حساباته كان بيعمل حساباته على الاي سي اي 318 سنه 63. طبعا احنا عارفين ان اخر اصدار الاي سي اي دلوقتي ده سنه 2019، ده كان 1963، فاكيد المعادلات دي لو جينا نطبقها دلوقتي على الاي سي اي 318 لسنه 2019 اكيد هيحصل تغيير، صح؟ فما ينفعش تستخدم الكيرف ده دلوقتي لان الموضوع هيبقى صعب، لان الحاجات اللي هو اعتمد عليها في حساباته اثناء الكود سنه 63 خلاف دلوقتي. وكمان الحاجه دي لو هنفترض وهنغمض عينينا وهنقول احنا نستخدمها، ليها شروط ان لازم المنشأ بتاعك يبقى اون ستوري فريم، دور واحد وعباره عن فريمات، تمام. طب هل عند النقطه دي والاخ ده اكتفى؟ لا، الاخ ده ما اكتفاش عند النقطه دي، الاخ ده قال لك احنا هنحط اوبشن تاني معانا في الحسبان، انا عارف ان التمدد والانكماش ممكن يسبب ضرر للنون ستراكشر اليمنت، فقام قايل ايه؟ قايل ان احنا عارفين ان المنشا اللي قدامنا اهو، لو عندنا ده الاستراكشر، فالمنشا ده بيتمدد ناحيه اليمين وناحيه الشمال، التمدد ده دلتا، دلتا اليمين زي دلتا اليمين، طبعا هو فري تو اكسباند يعني هو حر للحركه، يعني ما فيش حاجه بتقيد حركته دلوقتي، انا فرض ان هو حر للحركه. طيب يبقى اكيد ساعتها الدلتا هتساوي نص الفا في الدلتا تي في ال. ليه قلت نص؟ لان انا واخد دي الفا دلتا لوحدها ودي دلتا لوحدها، يعني واخد دلتا ودلتا، تمام، دلتا يمين ودلتا شمال، فنص الطول هيتمدد ناحيه اليمين ونص الطول هيتمدد ناحيه الشمال. فلو حصل والمنشا ده يتمدد، العمدان كده كده بتكون متفكسده في الاواعي، فهتلاقي ان طرف العمود من فوق ومع العنصر الافقي اللي فوق اللي هو الكاميرا او السقف هو اللي بيتمدد، لكن العمود من تحت ثابت، فكده ممكن يحصل دريفت، صح؟ انتر ستوري دريفت اهو. فالدريفت ده لو انت فاكر في الزلازل كان بيبقى ليه حد ماكسيموم ما ينفعش احنا نعديه، لان لو عديناه يبقى انصيف. هو قال لك لا، ما ينفعش برضو لما ادرس حراره ويحصل تمدد، مش انكماش، يحصل تمدد، التمدد ده يبقى ليه ليميت برضه، ما ينفعش ان احنا نسيبه كده وخلاص، لا، بعد ما افصل ارجع للزبان اللي انا فصلته وارجع اشوف المنشأ بعد ما اتفصل الى قطع صغيره، ارجع اشوف القطعه دي لما تيجي تتمدد هتتمدد قد ايه، وهل ده ضمن المسموح بيه ولا مش ضمن المسموح بيه، لان لو ما كانش ضمن المسموح بيه هرجع اقلل ال جي تاني، هرجع اقلل المسافه بين كل فاصل وفاصل، مش هسيبها كده بقى كل 200 متر، ده ممكن اخليها 150 متر، نتيجه ايه؟ ان ممكن يحصل ضرر للسيتا دي او للمنشا لما يميل، لان لو حصل ميل بشكل معين ممكن يسبب ضرر في النون ستراكشر اليمنت. احنا المفروض بقى انا وانت نرجع نقول هي المنشا معمول بحوائط طوب، حوائط الطوب دي اقصى ميل لها قد ايه؟ طب لو كلادنج، لو تغطيه واجهات بالازاز، اقصى ميل لها يبقى قد ايه ما يحصلش ضرر فيها؟ لازم نطلع يعني ليميت. هو الراجل ده اقترح ليميت، قال لك اتش على 180، هو ده اللي قاله، قاله ما ينفعش ان الدلتا دي تعدي ارتفاع العمود على 180، خلاص؟ قال لك خلاص يا باشمهندس ممكن تشيل الدلتا اللي هنا وتحط اتش على 180، حلو؟ وتشيل بقى ال جي اللي هنا وتروح تحط القانون ده مثلا لو بالمتر اللي هو 12 24 عن ار في الدلتا تي، فهتلاقيك طلعت علاقة تانية، العلاقة دي وصلت ان ال جي بقى بمنظر قدامك ده، سواء بالفيت
او بالمتر، لان في الاخر ال جي وصلت ان هي تكون وليكن بالمتر 100 او 1111 اتش على الدلتا تي. معاك ارتفاع العمود ومعاك زاويه او معاك درجه الحراره التصميميه اللي هو بناء على الفكره اللي هو اقترحها دي، تمام؟ احسب اقصى مسافه مسموح باستخدامها ما بين كل فصل تمدد الفصل الاخر. ده العالمين اللي اسمهم مارتن اند اكوستا. طبعا هم ليهم ابحاث في الموضوع ده كتيره جدا، مش مجرد بحث واحد، ده لهم اكتر من 4 ابحاث عشان خاطر بس بحث كده بيتكلم على الشرينكش، ازاي هيحول الشرينكش ده لدرجه حراره اصلا، وبحث تاني ازاي هيجيب التي ماكسيمم والتي مينيمم، وعمل دراسه لاكثر من 50 ولايه في قلب امريكا قاس فيها درجه الحراره الصغرى والعظمى يوميا، بحيث ان هو يعمل شغل احصائي بحيث ان يطلع في الاخر درجه حراره كل مكان، تمام؟ وبعد كده درس اكتر من فريم بارتفاعات مختلفه وباستيفنس مختلفه بين الجردرز والعمود، وكل حساباته دي كانت معتمده على اللود كومباينيشنز، على تراقيب الاحمال اللي موجوده في الاي سي اي 318 سنه 63. وقعد سنوات كتيرة جدا، يعني ما قعدش سنة سنتين، ده قعد فترة كبيرة عشان خاطر في الآخر الاتنين دول يقول لك والله ده اللي احنا وصلنا له، كيرف اهو وشوية معادلات، ده الفاينل ديسيشن بتاعنا. طيب يا عم، ألف شكر لمين؟ لمارتن أند أكوستا. نيجي بعد كده لناس بعدها ب4 سنين بالظبط، ب4 سنين، أكاديمية اسمها ناشونال أكاديمي أوف ساينس، أكاديمية العلوم في أمريكا. عملت ايه؟ عملت نفس اللي كان بيعمله مارتن اند اكوست، اللي هم بيدرسوا وان ستوري فريم بس زودوا الدراسه اكتر، وعملوا مالتي ستوري فريمز، يعني مش دور واحد، لا دور واحد ودورين وثلاثه وخلافه، وبرضه عملوا شويه فروض. من ضمن الفروض دي ان الكونكشن ما بين العمود والقاعده هنجد سبورت، زي لو الكونكشن بتاعتك غير كده يبقى انت محتاج انك تعمل موديفيكيشن على الحسابات اللي هم هيطلعوها. طبعا هم قايلين الموديفيكيشنز، يعني قال لك لو انت عندك اي حاجه خلاف الفروض بتاعتنا والله قدامك موديفيكيشنز، الموديفيكيشنز دي هتعملها ممكن تصنع لك طول جديد. الناس دي بدات تعمل علاقه برضو ما بين ايه بقى؟ ما بين الديزاين تمبريتشر تشينج الدلتا تي برضو، وما بين الماكسيمم ديستانس بتوين اكسبانشن جوينت اللي هي ال جي، اقصى مسافه مسموح بها للمنشا دون دراسة حرارة، تمام؟ عملوا الكلام ده لأكتر من حاجة. لو المنشأ بتاعك ريكتانجل، يعني المنشأ بتاعك الكونفيجريشنز بتاعته مستطيلة، هو الجيومتري بتاعك مستطيل، طب المنشأ بتاعك مش مستطيل يبقى فيه كونفيجريشنز تانية، يبقى فيه كيرف تاني، خلاص؟ طيب، والمنشأين دول بيقول لك إن هو هيتد بيلدينج، يعني المنشأ هيكون في حالة سخونة، مش حالة سخونة يعني بيولع، لا، مش حالة سخونة إن هو فيه حريق، لا، ان في درجه حراره عاليه بمعنى اصح يعني، خلاص. اخدوا برضو الكيرف ده وبداوا ان هم يعدلوه شويه، وبدا يقول لك لو المنشات دي استعرضت الحراره، ولو المنشات دي ما استعرضتش الحراره بشكل كبير، يعني ممكن تكون فيها الحراره عاليه شويه، ممكن تكون الحراره لحد ما قليله، بداوا يعملوا كيرفين، خلاص. فانت ممكن تكتشف ان مع درجه حراره وليكن 15 درجه سليزيوس، ومع منشا ممكن يكون هيتد وده الأسوأ، تمام؟ تطلع كده تلاقي ان يقول لك انك ممكن تعمل الاكسبانشن جون دي كل 60 متر. على فكره انا غلطت غلطه هنا، ان دي مش قصدي 200 متر، قصدي 60 متر 200 فيت، لكن هي 60 متر. يعني انا لو كان عندي وان ستوري فريم في مارتن اند اكوستا وكانت الار مثلا ب 10، وممكن ودرجه الحراره التصميميه 15 درجه مئويه، فممكن اوصل ل 60 متر بدون فصل تمدد، بدون قصدي اي حاجه بدون فصل تمدد، يعني 60 متر كامله كده. يعني المنشا بتاعي لو 60 متر مش عارف اصلا منهم مش هندس حراره اصلا، ده طبقا لمين؟ لمارك اندكوست. نفس الكلام مثلا للاخ اللي اسمه ناشونال اكاديمي اوف ساينس، طبعا دي مجموعه من العلماء. لو انا عندي درجه حراره مثلا 15 درجه سليزيوس والمبنى ان هيتد، قصدي المبنى هيتد، ده معناه يقول لك انك تستخدم المبنى بتاعك لحد 60 متر ما تعملش فصل تمدد. بس هنا بقى في مشكله، الاسامبشنز اللي اعتمد عليها الناشونال اكاديمي اوف ساينس مختلفه طبعا عن الاسامبشنز اللي كان عليها مارك اند اكوست، خصوصا كمان في موضوع الدلتا اللي هو درجه الحراره التصميميه. الدلتا دي، الدلتا تي دي،
داخل فيها ماكسيمم ومينيمم يوميا، والتلتين الفرق بينهم، وداخل فيها شرينك. يجي بقى الناشونال اكاديمي اوف ساينس يقول لك لا، احنا عندنا درجه الحراره هنقسمها ثلاث انواع، حاجه اسمها تي دبليو وتي ام وتي سي. تي دبليو دي اللي هي اقصى درجه حراره ممكن المنشا يتعرض ليها خلال فصول السنه. لو بنتكلم علينا في مصر، فاقصى درجه حراره بتكون في فصول الصيف، خصوصا شهر 6 و7، صح؟ طيب التي سي يقول لك اقل درجه حراره ممكن المنشا يتعرض ليها. لو بنتكلم في مصر، هي فصول الشتاء شهر 12 و1 و2، ده اقل درجه حراره ممكن تكون موجوده. قال لك ان في حاجه اسمها التي ام بقى. التي ام هنا اللي هي درجه الحراره المتوسطه خلال فصول التنفيذ. هو انت يا باشمهندس لما بتيجي تنفذ المنشا بتاعك، هتنفذه في فصول الشتاء ولا في فصول الصيف؟ في مصر بتنفذ امتى؟ بتنفذ خلال فصول السنه كلها، على عكس في بلاد بتنفذ بس في الصيف، ما بتعرفش تنفذ في الشتاء، هو ده خاصة الجامد وهي بتصب. وفي ناس بتنفذ في الشتاء ما بتعرفش تنفذ في الصيف. لكن احنا في مصر جو معتدل الى حد ما، بنقدر ننفذ اي مشروع خلال فصول السنه كلها. فاحنا عندنا التي ام دي المفروض تكون هي متوسط درجه الحراره خلال فصول السنه. اما التي دبليو هي اقصى درجه حراره في فصول الصيف. اما التي سي فهي اقل درجه حراره في فصول الشتاء. انا الثلاث تعريفات دول عرفتهم بالنسبه لمصر، لكن اكيد في امريكا هيبقى لهم تعريفات تانية. فيقول لك ايه بقى؟ ان اقصى درجه حراره دي ممكن ما تتكررش كتير طول السنه، يعني هتبقى في شهرين ثلاثه، وممكن في الشهرين ثلاثه تتكرر مثلا مرتين ثلاثه، في كل شهر كده مره مرتين، ما عادش تتكرر. مش بيتابعوا النشره الجويه يوميا درجه الحراره القصوى او العظمى ودرجه الحراره الصغرى؟ طب ما هو التي سي برضه هتتعرض في شهور الشتاء بس، وشهور الشتاء مش لازم كل يوم في درجه حراره مينيمم، لا ده ممكن اقل درجه حراره تتكرر مثلا حاجه اسمها اربع خمس مرات في الثلاث اربع شهور بتوع الشتاء. لكن التي ام اللي هي درجه الحراره المتوسطه دي موجوده دايما، اللي هو درجه حراره 15 16 17، دي بتلاقيها موجوده خلال فصول خلال فصول السنه كلها. فانت لو عايز تيجي ترسم منحنى التوزيع التكراري النورمال ديستريبيوشن، فهتلاقي فعلا بيتحسب بالمنظر قدامك ده. فقال لك بقى ايه؟ احنا هنقول ان دلتا تي بتاعتنا هي التي دبليو ناقص التي ام، الفرق بين دول، او الفرق بين دول هناخد الاكبر منهم. الفرض ده مين اللي قاله؟ هم ناشونال اكاديمي اوف ساينس سنه 74، فكانوا مطالبين على الاقل في هذا الوقت ان هم يروحوا على الولايات اللي هي في امريكا، كل ولايه وكل منطقه وكل محافظه هناك، يحسبوا التي دبليو والتي ام والتي سي خلال فصول السنه، وبشويه برضو معادلات احصائيه يبداوا يحسبوا الدلتا تي، وبناء على الكلام بتاعهم يبداوا يدخلوا على الكيرفات اللي هم استنتجوها، تمام، ويبداوا يطلعوا الماكسيمم distance between expansion joint، الاقصى مسافه مسموح استخدامها بين كل فاصل تمدد والاخر، وبناء على الشروط اللي حطوها. ومن ضمن هذه الشروط زي ما قلت لحضرتك ان هي هنج سبورت، ان الاعمده في الاساسات هنج. طب لو الاعمده في الاساسات دي كانت فيكسد، في موديفيكيشن هيحصل بعد ما اطلع ال جي. طب لو المنشا ده كان في اير كونديشن، يعني كان في تكييف جوه المنشا، هيتعمل موديفيكيشن. طب لو ما كانش في تكييف هيتعمل موديفيكيشن. طب لو كان في كنترول في الحراره هيتعمل موديفيكيشن. طب لو ما كانش في كنترول والله هيتعمل موديفيكيشن. فكان في، هو تقرير عباره عن حوالي 30 40 صفحه ملخص الموضوع ده 12 سنه 74. طيب لو احنا كملنا كده كل ده عمال اتكلم عن ال جي، هتلاقي ان مارتا اند اكوستا بيقول حاجه، وناشونال اكاديمي اوف ساينس بعدها باربع سنين بيقول حاجه. هيجي اثنين علماء تانيين، واحد اسمه فارياني اند راضح، تمام. الاثنين دول بعدهم باربع سنين كمان 1978 عملوا شويه معادلات، ما عملوش كيرفات بقى، عملوا شويه معادلات لاستنتاج اقصى مسافه مسموح استخدامها بدون فاصل تمدد. طبعا انا ما جبتش المعادلات بتاعتهم، لان المعادلات بتاعتهم كبيره شويه ولها علاقه بالشيل ولها علاقه بالمومنت ولها علاقه بحاجات كتيره جدا. المهم يعني في معادلات بيتم حسابها،
مش مجرد كده رقم اتحط وخلاص، لا في معادلات. يبقى الاولاني عمل معادلات وشويه كيرفات، الثاني لا هو عمل شويه كيرفات، والاولاني ده ليه فروض مشى عليها، والثاني ده ليه فروض مشى عليها، والثالث برضو عمل معادلات فقط اللي هو برياني ده وصاحبه، وما عملش اي كيرفات. هنيجي بقى نلاقي ان في عالم او اثنين علماء، واحد اسمه بيفر واحد اسمه دراوين او داروين، الاثنين دول سنة 1987 عملوا ايه؟ جابوا الثلاث طرق، طريقة مارتا اند اكوستا وطريقة الناشونال اكاديمي اوف ساينس وفاريان، وبدأوا يجيبوا امثلة. طبعا المثال اللي هينفع في الثلاثة هو لون ستوري فريم، يعني لو انا عندي مثال مالتي ستوري فريم مش هينفع احطه مع مارتا اند اكوستا، هضطر اشتغله ناشونال اكاديمي اوف ساينس او فاريان. على فكرة فارياني اشتغل برضه وان ستوري ومالتي ستوري، فهجيب مثال على الاقل وان ستوري واشغله بالثلاثه، او اجيب مثال مالتي ستوري واشغله بالطريقه الثانيه والثالثه، لكن مارتا اند كوستا مش معاه الكلام ده. فالراجل عمل كده بالفعل، عرض الثلاث افكار سنه 70 وسنه 74 وسنه 78 وطرحهم تفصيلي في كتاب، الكتاب ده باسم بيفر اند داون، حاجه اسمها الجوينتس، حوالي 80 صفحه بيعرض فيها الثلاث طرق بالتفصيل. ووصل في النهايه بعد ما عمل بعض الاكزامبلز بعض الامثله عشان خاطر يشوف ال جي في كل واحد هتوصله لايه، لقى ان الطريقه الاولانيه والطريقه الثانيه، عفوا الطريقه الاولانيه والطريقه الثانيه، الطريقه الاولانيه والثانيه، اسف انا في بس شيل دي وهشيل دي، انا هسمي دي بي وهسمي دي سي. الطريقه الاولانيه والطريقه الثانيه اللي هي طريقه مارتن اند اكوستا وطريقه الناشونال اكاديمي اوف ساينس، لقاهم are not rational، يعني مش منطقيين، حساباتهم والمعادلات اللي اقترحوها والكيرفات اللي اقترحوها حاجه مش منطقيه، بس لقى ان هي easy to use، المعادلات دي والكيرفات سهل استخدامها وممكن تؤدي الى نتائج منطقيه realistic joint spacing، بيطلع لك ال جي منطقي شويه، يعني رقم لحد ما ما نقدرش نقول ان هو غلط، يعني 60 30 40 50 متر رقم منطقي شويه. بس لقى ان الطريقه الثالثه اللي هي فارياني ما جتش معادلاتها، لقاها اقصر منطقيه، يعني الفروض اللي حطها عشان خاطر يبدا يستنتج معادلاته فروض انا وانت وغيرنا نتفق معاه، فروض منطقيه فعلا، لكن هي بتعطي نتائج غير منطقيه. انت متخيل اللفه؟ يعني الراجل ده في الاخر بيلخص الثلاث طرق دول، ان طريقه مارتن اند اكوستا وطريقه ناشونال اكاديمي اوف ساينس الفروض اللي اعتمدوا في اعتمدوا من خلالها عشان خاطر يستنتجوا المعادله بتاعتهم فروض غير منطقيه وتشابهها بعض العيوب، رغم ذلك بتؤدي الى نتائج منطقيه. اما الاخ الثالث اللي هو فاريان وصاحبه اللي اشتغل على فروض الى حد ما لو اتقالت تدخل العقل، بس لما نيجي نحسبها بنلاقي ان الارقام بتاعته ارقام غير منطقيه، ممكن تلاقي منشا عشان تعمل فصل التمدد يقول لك بعد 300 متر، ازاي؟ مش منطق، صح؟ فدخلنا في دوامه ثانيه، حاجه فروضها مش منطقيه وتطلع نتائج منطقيه علامه استفهام كبيره جدا، وحاجه فروضها منطقيه وتطلع نتائج غير منطقيه علامه استفهام اكبر. والكلام ده من سنه 70 لحد 87، يعني قاعدين 17 سنه رايحين جايين، احنا هنعمل ايه؟ طيب انا عمال انا بحكي لك حدوته دلوقتي، انا بحكي لك حدوته صغيره ايه اللي حصل مع الناس دي. تعال نروح كده مع بعض لحاجه منشوره قريب، في عندنا طبعا الاي سي اي الكود الامريكي، الاي سي اي ده بيبقى ليه ملحقات كتيره، يعني مش مجرد كود امريكي وخلاص، لا ده الكود الامريكي بيبقى ليه ملاحق كتيره جدا جدا، او بمعنى اصح بيبقى ليه ريبورتات كتيره، يعني تقارير كتيره منبثقه من الكود نفسه. ففي تقرير اسمه اي سي اي 224 دوت 3 ار منشور سنه 95 سنه 1995 وتم اعاده نشره مره اخرى سنه 2013. التقرير ده ليه عنوان اساسي من بره كده على الغلاف بتاعه، اسمه ايه العنوان ده؟ Joints in Concrete Construction، الفواصل في المنشآت او في الخرسانه، في المنشآت الخرسانيه. الفواصل دي هو ما حددش نوع الفاصل ايه، لو دخلت على التقرير ده هتلاقي يقول لك في كونستراكشن جوينت فاصل صب، في الايزوليشن جوينت فاصل العزل، في الاكسبانشن جوينت فاصل التمدد، تمام؟ وليكن
في فواصل كتيره جدا، وكل فاصل بدا يحسبه لكل نوع منشا. يعني يقول لك والله لو احنا شغالين في البيلدنج في المباني الفاصل ده هيبقى عامل ازاي، لو شغالين في حوائط الريتيننج وول الفاصل ده هيبقى عامل ازاي، والله لو شغالين في الماس كونكريتنج الفصائل الكتليه الفاصل ده هيبقى عامل ازاي. فهو الراجل عمل كده ايه في الاول، المقدمه بتاعتك قال لك في جدول اسمه 1-2 بيتكلم عن الاكسبانشن جوينت سبيس، قام جايب وقال لك ان في اختلافات كتيره جدا بين العلماء، في واحد سنه 1907 وواحد تاني مش عارف سنه كام وواحد تالت، والكود الهندي في حاجه اسمها البورتلاند سيمنت اسوسيشن وفي حاجه اسمها الاي سي اي، كل واحد من دول بدا يقول رقم. بص واحد يقول لك 23 متر للحوائط، واحد يقول لك 25 متر، واحد يقول لك والله 12 متر، واحد يقول لك 30 متر و 30 ل 35، واحد يقول لك 45 متر، واحد يقول لك 60 متر. انت متخيل يعني هنا في ايه؟ في ارقام مختلفه حسب نوع العنصر، يعني ممكن يبقى ساقط سقف حسب نوع المنشا، هل ده منشا فريم، منشا عباره عن سقف وعمود، ففي اختلاف كبير جدا في الارقام. طيب في منظمه تانية اسمها ريكليمينيشن، المنظمه دي تابعه لوزاره الداخليه في امريكا اللي هي بتنظم المنشات المائيه بمعنى اصح، نشر التقرير في سبتمبر 2016. التقرير ده كان بعنوان Joint Spacing for Concrete Structure، أقصى مسافة ما بين كل جوينت، ما بين كل فاصل وغيره، وبرضه اتكلموا عن الفواصل بأنواعها المختلفة، سواء فاصل صب، سواء فاصل انكماش، سواء فاصل التحكم في الشروخ، سواء فاصل تمدد اللي احنا عايزينه طبعا دلوقتي، أو سواء فاصل عزل. وبدأ يحطوا الناس المختلفة، قال لك احنا كمنظمة قلنا ايه والاي سي اي قال ايه ومنظمة الاسمنت البورتولاندي اللي البي سي اي قالت ايه، فاحنا تعالى كده نروح على الاكسبانشن جوينت. مصيبة، ايه هي المصيبة؟ ان الثلاث منظمات قايلين نو ريكومنديشن، مفيش توصيات اصلا، مش قادرين نحدد ال جي بتاعنا ده تبقى قد ايه. انا كمنظمة اسمها ريكليمينيشن تبع لوزارة الداخلية في امريكا ليه علاقه بالمنشات المائيه والكلام ده، لو عايز اعمل فصل تمدد فحائط مثلا هيبقى موجود في منشا مائي، يعني المنشا المائي ده بيكون ما شاء الله الى ما لا نهايه، انا كمنظمه ما عرفتش احط اي ريكومنديشن، الاي سي اي ذات نفسه ما عرفش يحط ريكومنديشن، البي سي اي ذات نفسها ما عرفتش تحط ريكومنديشن. والكلام ده امتى؟ من 6 7 سنين، مش عارف يحط طول ثابت نثبته علينا كلنا ليه؟ ده سؤال برضه مهم، هما مش قادرين ليه؟ العالم ده مش قادر يعمل الكلام ده ليه؟ تمام؟ طيب تعال بقى نروح للكود العظيم بتاعنا، الكود المصري سنة 2020 طبعا الإصدار الأخير، لما تيجي تروح على الباب التاسع يا سبحان الله إحنا عتاولة حرفيًا، تكون المسافة القصوى بين فواصل التمدد من 40 ل 45 متر في حالة المناطق المعتدلة إن الكلايمت فيها لحد ما نورمال، يعني مفيش لا برودة قوي ولا حر قوي، وفي المناطق الحارة يبقى من 30 ل 35. احنا عباقرة على فكرة، احنا حطينا ليميت وحد قدنا، الناس كلها العالم كله مختلف، وامريكا ذات نفسها مختلفة، والاكواد كلها اصلا مختلفة، ومش عارفين يحطوا ريكومنديشن، نيجي احنا نحط ريكومنديشن ونحط طول معين. السؤال بقى للكود المصري، اشمعنى؟ اشمعنى الناس دي مش عارفة وانت عارف؟ ده سؤال مهم. والراجل تحت بيقول لك ايه كمان؟ انت ممكن تزود المسافة دي بس بشرط تشتغل حرارة. تمام، لو ما اشتغلتش حرارة ما ينفعش ازودها؟ لا، ده بالنسبة للكلام. طب هو سؤال برضه. فانت هتلاقي في الآخر، طبعا أنا لو جبت لكم الحاجات التانية دماغكم يعني هتتضرب. حرفيا، لان في ابحاث تانية وفي اكواد تانية وفي مواويل تانية في الموضوع ده، وبرضه تحس كده ان هيبقى فيه لخبطه، فانا الى حد ما نقيت لكم كده ايه بعض الحاجات، مارتن اند اكوستا على ناشونال اكاديمي اوف ساينس، على مرياني، على كود امريكي 12 2013، على تقرير موجود في ريكليمنيشن سنه 2016، على الكود المصري بتاعنا، جبت لكم شويه مصادر كده بسيطه عشان اقول لكم بس ان في الاخر
في الاخر كده جاست جايد لاينز، مجرد ارشادات، مجرد ريكومنديشنز، وبتختلف من كود لاخر. يعني الكلام ده مش ثابت. في معلومه مهمه، واحد قال لي يا باشمهندس هو الكود ده مش المفروض يساعدنا؟ يعني الاكواد دي والابحاث اللي معموله دي والمواصفات اللي بتتعمل مش المفروض ان هي تساعدنا وتدينا قرار حازم؟ دلوقتي انا لما اجي ابص للكلام ده هلاقي ان الابحاث الريسيرشز والستاندردز والمواصفات والكودز القوانين دي من على مختلف البلاد بتشتتنا، لان انا مش عارف اخد قرار. في دكتور اسمه مايك قال ايه؟ قال جمله حلوه جدا دايما بسمعها من الدكتور الصغير، بيقول ان في دكتور اسمه مايك حضر ليه قبل كده في المحاضره، قال ان الكود put to help us not stop us. يعني الكود لما حطوه عشان يساعدنا مش عشان يوقفنا على التفكير. فدي دلوقتي ده دورك انت بقى، دورك في ايه؟ دورك ان انت لقيت اختلافات ولقيت توصيات ولقيت مجرد حاجات كده عشوائيه من كود لكود اخر. فده النقطه اللي المفروض حضرتك تبدا تشتغل من خلالها، اللي هو في اختلافات، اذا استنى بقى ستوب، لازم اوقف وقفه. انا كستراكشر انجينير، كمهندس انشائي او كديزاينر، لا امسك بقى الورقه بتاعتي وامسك القلم بتاعي وابدا اتعامل مع المنشأ بتاعي بحذر شديد في موضوع الحراره. وموضوع حتى لو انا ما استخدمتش حراره وعملت اكسبانشن جوينت، ما هو حتى الموضوع بتاع الاكسبانشن جوينت مش هيحل لك المشكله، لان الاكسبانشن جوينت حتى لو فصلت، ما هو المنشا بعد فصله هيحصل له حراره برضه وهيحصل له تمدد وانكماش. بس هل بقى ساعتها التمدد والانكماش بعد الفصل ليه تاثير ولا مش تاثير؟ طب ليه تاثير؟ طب هياثر على ايه؟ انت اللي هتجاوب. عشان كده ممكن نقول في الاخر ايه هو العمل؟ هنلاقي احنا قاعدين جنب الكود، وحاليا كلنا قاعدين دلوقتي قدام بعض عمالين نعيط، لان هي ايه؟ اتس كومبلكس بروبلم، مساله معقده جدا. انا كل الكلام ده ولسه بتكلم في مين؟ في ال جي، اللي هو اقصى مسافه ممكن نعملها من دون فصل تمدد عشان خاطر نريح دماغنا دي من درجه الحراره ونفكنا منها خالص، لان دخلنا في مصيبه، لان احنا مش عارفين نحدد ال جي. خلاص؟ طيب تعالى نروح لحاجه ثانيه دلوقتي، اللي هي مين؟ اللي هي لو نفترض ان دي عدينا منها، رغم ان انا وانت دلوقتي عارفين ان هي مساله معقده ومحتاجه ابحاث ومحتاجه دراسات اكتر. انا عامل دراسه في الموضوع ده، جايب اكتر من حوالي 20 بحث بترتيب السنوات، كل بحث كان بيشتغل ايه على اللي قبله، ولحد وقتنا هذا، والله لحد وقتنا هذا 2023 شهر 3 اهو، ما حدش برضه قدر يوصل للريكومنديشن بشكل اساسي لل جي دي. ومش عايز اصدمك ان في الاخر هقول لك ان هي بتعتمد على كل منشا، وكل منشا زي بصمه الايد كده، مفيش منشا زي التاني. كل منشا هيبقى ليه ال جي غير التاني، ما تقدرش تحددها. يعني انا في الاخر ده اللي وصلت حاليا، ده اللي انا وصلت له، ان لا، ان على المهندس المصمم تحديد ال جي طبقا للستيفنس والريجيتي بتاعت المنشا بتاعته، طبقا للجيومتري بتاعت المنشا بتاعته، طبقا للظروف المعماري بتاع والكونفجريشن بتاع المنشا بتاعته، طبقا لعدد ادوار المنشا نفسه، طبقا هل في دراسه زلزاليه ولا مفيش دراسه زلزاليه. يعني انا وانت مالناش دخل على الكومنديشن. عشان كده العلماء الكبار دول والابحاث الكتيره دي حتى وقتنا هذا لم تصل الى حل. من سنه 70 لحد دلوقتي 50 سنه، 53 سنة، وصلوا لإيه؟ ما وصلوش لحاجة. ليه يا باشمهندس؟ لأن المسألة معقدة فعلا، وما أقدرش أحط ديزاين كونسبت معين، يعني مفهوم للتصميم كده عشان خاطر تحسب ال جي. معقدة صح؟ طيب تعالى نسيب الموضوع ده، والمفروض بقى دلوقتي أنا هسيبك النهاردة مع سؤال كيفية تحديد ال جي. أنا عايز بقى واحد يفكر يقول لي والله أنا ممكن بقى إيه؟ لا أنا، طب ما انت مش قليل، اعتبر نفسك عالم. هم العلماء دول ايه يعني؟ مختلفين عنك في ايه؟ مش مختلفين عنك في حاجه، عندهم عقل، انت عندك عقل، عندهم ورقه وقلم، انت عندك ورقه وقلم، ابدا افكر بقى. صح؟
زي ما انا زيك دلوقتي عايز افكر، انا عايز اوصل لحاجه لدي، يعني انا حرفيا عايز اوصل للاخ ده، انا هحدده ازاي؟ يعني انا كصلاح حرفيا فعلا دارس في الموضوع شويه وبحاول اوصل لحاجه لدي عشان خاطر اساعد الناس، عشان خاطر اعمل حاجه كونسبت كده يمشوا عليه، لو مشوا عليه هيطلعوا الكلام ده بشكل سريع، عايز اسهل عليهم الدنيا شويه. بس مش قادر، لان انا بشوف المنشات مختلفه وكل منشا مختلف عن التاني، فمش قادر احط كونسبت امشي عليه لحد وقتنا هذا، انا مش عارف. فممكن واحد منكم يقدر يوصل لحاجه لعل وعسى يقدر يفيد الناس. طيب تعال بقى نخش على، نفترض ان احنا خلصنا من المشكله دي رغم ان هي مش مشكله اصلا، او لان هي مش اصلا ما لهاش حل اساسا، هي مشكله ما لهاش حل حتى دلوقتي. ندخل في اليو جي، اللي هو لو نفترض ان احنا خلاص حددنا المسافه من كل فاصل وفاصل افتراضا يعني، ودلوقتي جينا لمشكله ثانيه اللي هي عرض الفاصل قد ايه؟ طبعا في ابحاث كثيره برضو اتكلمت في الموضوع ده، انا جايب لك برضو من الابحاث دي اثنين فقط، ما جبت لكش اكتر من اثنين رغم ان هم مئات الابحاث كل واحد عامل معادله في كيفيه حساب عرض الفاصل بعد ما ما يحدد طول المنشأ بين كل فاصل وفاصل. فترجع كده تلاقي الناشونال اكاديمي اوف ساينس، الناس دي عملت حاجتين، عملت اناليتيكال ابروتش يعني حاجه حسابيه، حاجه يعني تعمل تحسب قوه، والقوه دي تقدر تحسب من خلالها عرض الفاصل، لا علاقه بالاناليتيكال او بالاناليسيز يعني بمعنى صح. فانا ما جبتهاش، جبت لك الطريقه الثانيه بتاعتهم اللي هي الطريقه امبريكال، امبريكال ابروتش يعني انا وانت ممكن نفهمها بسرعه، طريقه مبسطه خالص. فقال لك ايه؟ فقال لك يا باشمهندس ان لو عندي منشا قسمته الى منشئين L1 و L2، فانا عايز عرض الفاصل ده على الاقل يكفي لتمدد L1 وتمدد L2. L1 هتتمدد كده وكده، L2 تتمدد كده وكده، فانا بقى عايز مقدار التمدد بتاع L2 زائد مقدار التمدد بتاع L1. واحد قال لي الموضوع بسيط، انت هتروح تجيب الفا في دلتا تي في ال واحد كده، جبت التمدد بتاع ال واحد بس تقسمه بقى على الاثنين، لان المفروض اخدت الطول كله، يبقى ده التمدد ده يحصل يمين وشمال، وتعمل نفس الكلام في ال اثنين ماشي. بس بس الناشونال اكاديمي اوف ساينس ما عملتش كده، قالت ايه؟ قالت المعادله بتاعتك احنا لما نيجي نجيب الدلتا ل 1 سيجمنت يعني سيجمنت ال 2 او ال 1 مش هنعتبر ده لوحده ومش هنعتبر ده لوحده، يعني ما تقوليش هروح اجيب التمدد بتاع ال 2 لوحده واروح اجيب التمدد بتاع ال 1 لوحده، ده انا هجيب التمدد بتاع الاثنين في معادله واحده. ال ال اللي هنا ساعتها قال لك عباره عن ال 1 زائد ال 2 على الاثنين، هاخد متوسط الاثنين، كان قسمت المنشا بالتساوي، رغم ان هم اصلا ممكن قلت لك ما يبقاش متساويين بالتساوي نتيجه الكونفيجريشن بتاع المبنى. طيب بس ده في حاله ايه؟ في حاله رقم ايه؟ اللي هي اللي قدامك دي. قال لك بقى في حاجه ثانيه، لو انت بقى عندك حاله ثانيه اسمها بي، ولقيت عند ما انت جيت فصلت لقيت ان هو مثلا شير وول عند الفاصل ال واحد شير وول، او لقيت عنصر ستيف جسر، هل العنصر ده هيخلي البلاطه تتمدد عنده ولا التمدد هيبقى اقل؟ التمدد هيبقى اقل. فيقول لك ساعتها مش هناخد ال واحد كامله، ناخد ايه؟ ناخد جزء من ال واحد، كي ال واحد، الكي دي ساعتها ب 67%، تمام؟ لان ال واحد عمرها ما هتتمدد بالكامل، لان في عندي ستيف اند نهايه جاسئه تمنع التمدد ده. قال لك هناخد تلتين ال واحد. طب نفترض ان النهايه الجاسئه دي كانت في الناحيه الثانيه، لا ده غالبا كل المنشا هيتمدد عند الناحيه اللي عند الفاصل اصلا. يقول لك وقتها ما تاخدش ال واحد بس، خد تقريبا مره ونص ال واحد. فهو بيقول لك يا باشمهندس ان لو الستيف اند دي موجوده عند مكان التمدد هتمنع التمدد، فهناخد تلتين ال ال ما ناخدش ال كلها، ولو الستيف اند دي موجوده في الطرف الثاني مش موجوده عند فاصل التمدد، فده معناه ان كل التمدد هيحصل عند الفاصل، فخد مره ونص ال ال دي، تمام؟ ومن وقتها يقدر يطلع ايه؟ اليو جي. بس اليو جي هنا يا باشمهندس خلي بالك، اليو جي هنا لعنصر واحد،
ما هو قلت لك هو اعتبر ان ال 1 وال 2 دول متجمعين وقسمهم على النص، اذا ده يعتبر تمدد عنصر واحد. طب المفروض بقى فصل التمدد الحقيقي يكون ايه؟ يكون ضعف الفصل اللي انت طلعته ده، او ضعف المسافه اللي انت طلعتها لسيجمنت واحد، لان عندي دلوقتي تو سيجمنت، واحد يمين واحد شمال. واللي الناشونال اكاديمي اوف ساينس بتقول لك بعد اذنك ما يقلش عن 50 مللي، 5 سم. كلنا بنشوف دلوقتي المنشآت لازقه في بعض، ده غلط. يعني انت بتشوف منشآت عرض الفصل ممكن يبقى 2 وممكن يبقى 3 سم. انت الناشونال اكاديمي اوف ساينس تقول لك لا، اقل حاجه 5 سم. طب سيبك من دي، تمام. هنروح على الكود الامريكي. الكود الامريكي اللي هو الريبورت اللي 12 سنه 2000 1995، اللي هو رجع 12 سنه 2013، اتكلموا عن الجوينت سويتس، اتكلموا عن عرض الجوينتس بتاعت الاكسبانشن جوينت. وقال لك ايه؟ قال لك تقريبا الجوينتس دي عرضها يكون من 1 ل 6 انش، يعني من 25 مللي 2.5 سم لحد 150 مللي لحد 15 سم. قال لك في حدود 2 انش بيكون ده المقرر، ده التيبيكال، ده المعتاد عليه، اللي هو اصلا كام؟ 50 مللي. يعني اكد على الاخ ده ان غالبا لو انا مش عايز اعمل حسابات ممكن اخد عرض الفاصل ده 50 مللي 5 سم. بس طبعا هو اي حاجات تانية بقى، قال لك يا باشمهندس المفروض عرض الفاصل ده يكون كافي لمنع الاجزاء بعد فصلها من التصادم، يحصل لها كونتاكت، ويكون كمان الفاصل ده وايدر جوينت، يعني يفضل ان دايما يكون اكبر ما يمكن، اكبر ما يمكن ليه يا باشمهندس؟ عشان خاطر يقاوم اي سيتلمنت ممكن يحصل في المبنى، او حتى لو في عندك اي زلازل موجود. يعني الفاصل التمدد ده ممكن ما يبقاش فاصل تمدد باسمه كده، لا ده ممكن يبقى فاصل هبوط في نفس الوقت، لو حصل هبوط لاحد المنشئين ممكن يبقى الهبوط ده هيميل المنشا، هيميل المنشا يعني هيقلل العرض، يعني المسافه دي هل تسمح بقى بميلان منشا من المنشئين دول؟ هيخبط في المنشا الثاني لو مسافته صغيره وهيأثر على المنشا الثاني. فممكن فصل التمدد يبقى فاصل هبوط في نفس الوقت، ممكن يبقى فاصل زلزال في نفس الوقت لو انت عندك دراسه زلزاليه. بس هو بيقول لك هنا ان فصل التمدد ده المفروض يبدا من فوق مستوى الاساسات، مش زي فصل الهبوط كده بيبدا من مستوى الاساسات. فالسؤال دلوقتي is this enough؟ هل هذا كافي؟ يعني اللي احنا قلناه دلوقتي هل كافي ان حضرتك تقدر تطلع ال ال جي او اليو جي؟ لا طبعا مش كافي، لان زي ما قلت لك دلوقتي ان كل منشا بيتميز بجيومتري معينه، كل منشا يتميز بريجيتي معينه، كل منشا هيكون لدرجه حراره مختلفه عن منشا تاني. المنشا اللي موجود في اسوان خلاف المنشا اللي هيبقى موجود في اسكندريه مثلا، وعوامل تانية. زي ما قلت لك من شويه، المنشآت مثل بصمة الإيد، لا يوجد بصمة إيد لأي إنسان على وجه الأرض زي بصمة إيد واحد تاني. فكل اللي إحنا قلناه ده برضه وضعنا في حيرة من أمرنا، إحنا لو حطينا فاصل تمدد هيكون أقصى مسافة بين كل فاصل وفاصل قد إيه؟ لقينا إن الموضوع معقد. ولو إحنا حطينا فاصل التمدد ده نفترض إن حلينا المشكلة الأولانية، ندخل في مشكلة تانية، عرض الفاصل ده قد إيه؟ هل في دراسة لهبوط الأساسات؟ هل في دراسة للزلزالية؟ طيب هل إحنا عارفين المنشأ بتاعنا بعد ما نحطه في الحقيقة ونقسمه كذا جزء؟ هنعرف هل هو هيتمدد بمقدار قد إيه؟ هل إحنا نقدر نتوقع مقدار التمدد ومن خلاله نقدر نحسب عرض الجوينت بحيث إن هي تسمح بالتمدد بدون حدوث أي مشاكل في المستقبل؟ طب في مشكلة تانية، لو حللنا المشكلة دي فاصل التمدد ده ما ينفعش يتحط كده فاضي، ده لازم يتملى، يتحط فيه مواد مالئه، فيلر ماتيريال. والفيلر ماتيريال دي تكلفتها قد ايه؟ ونوعها قد ايه؟ وايه هي المينتيننس؟ ايه هي الصيانه اللي هنعملها؟ وهتقعد زمن قد ايه؟ يمكن نلاقي ان الموضوع مكلف، يعني وضع الاكسبانشن جوينت عشان خاطر تحل بيه مشكله دخلك في مشاكل كتير تانيه، ان ممكن حساباته صعبه وحساباته معقده ومفيش كود اتفق على حساباته حتى وقتنا هذا، ولا حتى بحث علمي وصل لقرار نهائي في الموضوع ده حتى وقتنا هذا.
وحتى لو نفترض ان حضرتك قدرت تحسب ال جي ويو جي للمنشأ بتاعك، انت هتحط في فصل المدن ده مواد مالية نوعها ايه؟ وهل هي متوفرة ولا لا؟ وتكلفتها هتبقى عاملة ازاي؟ وفي نفس الوقت الصيانة بتاعتها، ما هتحصل هيحصل لها صيانة، لانك انت ممكن لو ما اهتمتش بالفصل ده يحصل مرور لمية الامطار والاتربة، تتخيل خلال داخل المنشأ، هتسبب مشاكل في السيرفيسبيلتي بتاعتها في استخدام المنشأ. انا كواحد ماليش دعوه بالهندسه هسيب المنشأ وامشي لو لقيت ميه بتسرب في فصل التمدد ده قدامي. فصل التمدد ده ممكن يكون اصلا كمكان كلوكيشن ماشي في وسط اوضه النوم، ماشي في نص الصاله، انت بقى قاعد كده في اوضه النوم في الصاله في ميه بتتسرب من الفصل ده. ليه؟ لان الفصل ده مش معمول بعنايه، ما تغطش بعنايه. ده الفصل ده ممكن يسبب مشاكل في الانتجريتي بتاعت المنشأ، اللي هو لما تيجي تبص كده بره قال لك هتحس ان المنشأ كأنه مفصول نصين، بتعمل مشاكل للعين للناس اللي مش مهندسين، يقول لك شكل المنشأ مش حلو، فالمفروض الفصل ده يتغطى ويتدارر. طب ما هو المنشأ ده المادة المالية فيه لازم تكون قابلة للانضغاط وفي نفس الوقت للتمدد. يعني لو اتضغط، لو انت حطيت في الفصل ده خرسانة، انت كده معكس التمدد اصلا والانكماش، لازم تحط مادة قابلة للانضغاط. طب المادة دي ممكن تفقد وظيفتها بعد عدد سنين معينة، تضطر تشيلها وتضطر تحطها. قال لا، في تكلفة سارية عليك. ده ممكن الواحد لو راح درس حرارة واشتغل سيرمال اناليسز، ممكن في الأول وفي الآخر هو عارف إن السيرمال اناليسز دي الحرارة على المنشأ هتسبب إيه؟ استريسز زيادة. الاستريسز دي محتاجة إيه؟ أكتيف كونكريت دايمنشن، أبعاد خرسانية زيادة، وحديد تسليح إضافي. ممكن تبقى تكلفة الخرسانة وتكلفة الحديد الإضافي ده أقل بكتير جدا من تكلفة عمل اكسبانشن جوينت. طبعا ده أنت بتفكرني إن أنا بشتم في اللي بيعمل أو بقلل من اللي بيعمل اكسبانشن جوينت، رغم إن الحقيقة مش كده. الحقيقة إن أنا بعرض لك وجهة نظر، إن أنت لو قررت إنك تختفي أو تهرب أو تجري من السيرمال أناليسيس، فأنت في مصيبة تانية مستنياك، اللي هي مصيبة إيه؟ الاكسبانشن جوينت وتصميمها. هتتصمم؟ طيب واحد قال لي يا باشمهندس انت عقدتني في الموضوع ده، معلش كده انا مش عامل اكسبانشن جوينت. لا والنبي قول لي وريحني، انا هندس حراره خلاص يا باشمهندس، صراحه انا هدرس حراره، انا مش عامل اكتر من كده. قول لي بقى ادرس حراره ازاي واريح دماغي. طيب لو انا واحد عايز ادرس الحراره، الحراره دي بتعمل ايه يا باشمهندس؟ اولا بتعمل حاجه اسمها فوليوم تشينجز، تغيرات حجميه. المنشأ بتاعك بيكسبان او بيكونتراكت، يعني بيتمدد او بينكمش. طب انا رجعت بيك لورا كده خالص، قلت لك هو التمدد والانكماش سببه ايه؟ او ما يوم الظاهره اللي بتمثله ايه؟ هتقول لي ظاهره التغيرات الحجميه. طب لو رجعت برضه بيك للزمن ورا كده، قلت لك التغيرات الحجميه سببها ايه؟ هتقول لي ثلاث حاجات: تغير في درجه الحراره، درجه حراره البيئه المحيطه بالمنشا، تاني حاجه الانكماش، وتالت حاجه الزحف. دول احنا خدناهم في الدبلومه بتاعتنا. دول خدناهم في المجموعه بتاع في الدبلومه بتاعتنا. ف عايزين نقول يا باشمهندس ان التغيرات الحجميه اللي بتسبب اجهادات داخل الخرسانه هم ثلاث حاجات اساسيه، اللي هو التغير في درجه الحراره او الانكماش او الزحف. سيبك من الزحف، يعني ايه يعني ارمي الزحف ده من دماغك خالص، ده بالعكس الزحف ده بي بي بيقلل الشرينكش اصلا. فهنعتبر كان الحاجه الاساسيه بالنسبه لنا في السيرمال هم حاجتين، هم التمبريتشر درجه الحراره والانكماش، خصوصا الانكماش الجاف اللي هو الدراي شرينكش. طيب دلوقتي تقول ايه؟ انا هدرس حراره. لا، الغي بقى المفهوم ده من دماغك، احنا مش هندرس حراره، احنا هندرس حراره وانكماش. وده اللي عمله الاخ مارتن اند اكوست لما جه يدرس الدلتا تي، قال لك لا يا باشمهندس احنا مش هندرس دلتا تي بس، لا ده احنا هنجيب تغير درجات الحراره في البيئه المحيطه ونحط معاها شرينكش ونحط معاها انكماش، لان الانكماش ده بيعمل كونتراكت للمنشا، بيقلص حجم المنشا وبتسبب انفعالات.
الانفعالات دي بتسبب ستريسز، الستريس ده محتاجه خرسانه وحديد تسليق. درجه الحراره المحيطه بالمنشا بتسبب ستريسز او بتسبب خرسانه او محتاجه خرسانه وحديد تسليق. اذا دلوقتي مفهومنا لدرجه الحراره ما بقاش مقتصر على الظروف البيئيه او الجويه اللي موجود، لا ده بقى ليه علاقه بمين؟ بانكماش الخرسانه نفسها، وانكماش الخرسانه نفسها ليه انواع كتيره جدا، بس احنا حطينا بين قوسين الدراي شرينكش، الانكماش الجاف اللي هو عباره عن فقد في ماء الخلط. الميه لو فقدت من الخرسانه، الخرسانه تنكمش. حضرتك مش انا من شويه قلت لك المنشا زي البني ادم، انت لو عطشت، لو جبت بني ادم كده وقعدت قدامي كده من غير ميه وسبته يوم من غير ميه، يومين من غير ميه، ثلاثه من غير ميه، جسمه هيقل، تحس كده بقى هيكل عظمي صح؟ لو ما عادش يشرب ميه. هو نفس الكلام الخرسانه كده، الخرسانه كان فيها ميه اثناء الخلطه الخرسانيه بتتنفس، فجاه الميه دي راحت لاي سبب من الاسباب، اسبابها كتيره جدا، فما عادش فيه ميه في الخرسانه، الخرسانه بقت عطشانه هتتحول لهيكل عظم. هيكل عظم يعني ايه؟ يعني حجمها يتقلص، هيقل، مش كده سميناها شرينكش، قلت. طيب فاحنا جاي فهمنا دلوقتي ان عشان ادرس السيرمال اناليسيس محتاج اتكلم تفصيليا عن التمبريتشر، ومحتاج اتكلم تفصيليا عن الدراي شرينكش، محتاج اقف على بعض المعلومات للاثنين دول. لو قدرت اوصل للمعلومات دي او الداتا دي، بقى معايا الانبوت، بقى معايا المدخلات اللي هتقدر تخليني ادخل على اي برنامج زي الايتابس مثلا، وابدا اعمل الشغل بتاع السيرمال اناليسيس وادرس بقى حراره هناك. ما هو ما ينفعش ادخل على برنامج الايتابس الا لما يكون معايا انبوت او داتا، ممكن اجي اختار عندكم بقى، داتا منطقيه اقدر اشتغل بيها حراره على الانشاءات. طيب عشان كده احنا كتبنا حاجه هنا، احنا كتبنا حاجه هنا وقلنا we need to answer some important questions، محتاجين نجاوب على بعض الاسئله المهمه جدا. هم خمس اسئله، لو انا وانت قدرنا نجاوب عليهم، قدرنا نجاوب عليهم موضوع الحراره خلص. ده من وجهه نظري انا كصلاح، الله اعلم ممكن يبقى في حاجات تانية نشوف بالي منها. اول حاجه الديزاين تمبريتشر تشينج، ايه هي درجه الحراره التصميميه نتيجة العوامل البيئية أو نتيجة البيئة المحيطة اللي المفروض نشتغل عليها. عايز أعرف البيهيفير بتاعها شكلها عامل إزاي، والفاليو بتاعها قيمتها عامل إزاي. مش إحنا لما بيبقى عندنا عنصر معرض لمومنت فبيبقى فيه كومبريشن وتنشن، وبنرسم حاجة اسمها ستريس كيرف، حاجة اسمها سترين كيرف على الكروس سيكشن بتاع العنصر ده، فده اسمه بيهيفير المومنت. طب قيمته كام؟ 10 طن متر مثلا، اللي هو عباره عن قوه الشد في ذراع العزم او قوه الضغط في ذراع العزم. فهو انت في الاخر اي حاجه عندك بيكون ليها بيهيفير وبيكون ليها فاليو. فانا دلوقتي عايز اعرف ما هي قيمه التغير في درجه الحراره التصميميه، او قيمه درجه الحراره التصميميه المستخدمه في الحسابات نتيجه مين؟ العوامل الجويه. ما بقولتش شرينكش، انا بقول العوامل الجويه. وفي نفس الوقت اعرف البيهيفير شكل الحراره ده هيبقى عامل ازاي على الكروس سيكشن، يعني الكروس سيكشن بتاع العنصر اللي هو السقف او الكاميرا او العمود، الحراره فيه شكلها عامل ازاي، اربطها كده زي رسمه الاستريس او رسمه الاسترين على الكروس سيكشن. نفس الكلام ده انا محتاج اساله في الشرينكش. الشرينكش يا باشمهندس هل هي درجه حراره؟ لا، الشرينكش مش درجه حراره، الشرينكش ده المفروض ان هو بيسبب انفعال. تمام؟ ازاي احوله لدرجه حراره؟ هعتبر الشرينكش درجه حراره؟ اه، احنا هنعتبر الشرينكش درجه حراره. مش الشرينكش ده ما هو الا تقلص في الحجم؟ اه، لو انت عندك منشا وعرضته لدرجه حراره بتسالب، مش ده تعني ان ده تقلص في الحجم؟ اه، اذا هي هي. اذا ممكن تقول شرينكش انكماش ما هو الا عرضت منشا لدرجه حراره بتسالب. عشان كده انا بسميها دايما شرينكش از ا دروب ان تمبريتشر، كانه سقوط في درجه الحراره السالب طبعا. فانا سؤال مهم دلوقتي، ازاي احول انفعال الشرينكش ده الى درجه حراره؟
الشرينكج احنا اخذناه عندنا في الدبلومه ان له نوعين، نوع ريسترين ونوع ان ريسترين، يعني نوع غير مقيد ونوع مقيد، وليه حسابات وجداول في الكود المصري. يعني في الاول وفي الاخر بحسب شرينكج سترين انفعال انكماش سواء كان مقيد او غير مقيد، ازاي بقى احول انفعال الانكماش ده الى تغير في درجه الحراره؟ ومليون في المية انا وانت متفقين دلوقتي ان التغير في درجه الحراره ده هيبقى بالماينس عشان خاطر يحصل انكماش. عشان كده سميتها ايه؟ تي اس اتش، درجه حراره تمبريتشر للشرينك. انا بقى المفروض اعرف برضو الفاليو قد ايه والبيهيفير بتاعه قد ايه او شكله عامل ازاي. احنا اعتقد متفقين مع بعض ان الموضوع ملوش علاقه بالعوامل البيئيه بس، ده ليه علاقه كمان بانكماش الخرسانه الجاف، لان الخرسانه دي اثناء صبها ممكن تفقد ماء او بعد صبها بفتره ممكن تفقد ماء، فالماء ده لو فقد الخرسانه هتنكمش، ولو ما تمش المعالجه اللازمه الخرسانه هتنكمش، وانكماشها ده كان الخرسانه انت حاططها في تلج، كان الخرسانه قللت درجه حرارتها، ده غير درجه الحراره الخارجيه. اذا في درجه حراره داخليه داخل الخرسانه نفسها ودرجه حراره خارجيه خارج الخرسانه نفسها اللي هي بيئه، يعني البيئه المحيطه. لازم اعرف الاثنين دول قيمتهم كام والبيهيفير بتاعهم كام، لان انا من خلال الاثنين دول المفروض يعني هوصل في اخر الحاجه اسمها دلتا تي فاينل، درجه الحراره النهائيه اللي مارتن اند اكوست عملوها. انا عمال اقول ايه؟ ان في اسئله، في اسئله محتاجين نجاوب عليها، ده من وجهه نظري كصلاح. فحطيت سؤالين، طيب من خلال السؤالين دول هنعرف درجه الحراره النهائيه اللي هنشتغل عليها وتصرفها عامل ازاي. طيب بعد السؤال ده في سؤال في غايه الاهميه، سبيسيفاي، حدد الاستراكشر اليمنتس، العناصر الانشائيه افكتد باي تمبريتشر اللي بتتاثر بدرجه الحراره. ده سؤال مهم، ناس كتير جدا تقول لك انا لما اجي ادرس حراره بشوفهم يمسكوا المنشا بتاعهم اللي هو مكون من اعمده وكمرات واسقف، وبيمسكوا كل العناصر دي ويحط عليها حراره ايا كان قيمتها بقى وحر، بس حط عليها حراره. هو مش مهندس، هو مين اللي قال لك ان المنشا كله عليه حراره؟ يعني مين اللي قال لك ان جميع العناصر الانشائيه اللي موجوده في المنشا من اسقف وكمرات وبلاطات واعمده وسلالم ستتعرض للحراره؟ مين قال لك كده؟ ما يمكن في عناصر ستتعرض وممكن عناصر لا. فالعناصر اللي هتتعرض للحراره، العناصر اللي هتتعرض للحراره دي المفروض ندرس عليها حراره. نكمل دلوقتي يا باشمهندسين، كنا بنقول سؤال مهم جدا، السؤال ده بيقول ايه؟ ايه هي العناصر اللي ممكن تتاثر بالحراره؟ هل العناصر كلها تتاثر بالحراره ولا في عناصر معينه؟ السؤال ده عشان نجاوب عليه محتاجين نرد رد معين. طيب ايه هي ايه هو السؤال ده؟ اثناء التنفيذ، اثناء الكونستراكشن، هل المنشات او هل العناصر الانشائيه محميه من الحراره؟ ده سؤال. طيب اثناء الاوبريشن بقى، عمليه التشغيل مثلا، هل وقتها الحوائط الطوب اللي جت بقت موجوده على الواجهه والكلادنج اللي موجود على الواجهه هيمنع ان الاسقف الداخليه والعمدان الداخليه تتاثر؟ يعني مش تتاثر بقى وقتها خلاص؟ طب ممكن السقف بتاع السطح يتاثر؟ طب ممكن السقف بتاع السطح يتحط عليه عزل؟ طب في حاجه تانية بعيدة عن الكونستراكشن والاوبريشن، ما انت ممكن تكون عامل جوه اير كونديشن، عامل جوه تكييفات تبرد الحراره لو الجو حر، وتسخن الحراره لو الجو بارد. ده في ناس تانية ممكن تبقى عامله مطاعم جوه، والمطاعم دي في افران والافران دي حرارتها عاليه. موضوع صعب صح؟ يعني احنا ازاي نقول المنشأ ده الحرارة بتاعته قد إيه؟ وإيه العناصر اللي هتتأثر؟ واحد قال لي كده كده العناصر في بداية أمرها هتتأثر يا باشمهندس، لأن هي بتتنفس عضو، بتتنفس أعمدة وبلاطات وكمرات. ما ممكن أقول لك وقت التنفيذ ده كان إمتى؟ هل وقت التنفيذ ده كان في الشتاء؟ كان في الصيف؟ كان في الربيع؟ كان في الخريف؟ أنا ما أعرفش. طب وقت التنفيذ ده ممكن يطول، ده ممكن تلاقي منشآت عضو مرميه كده طول السنه
بدون اي تغطيات، يعني بدون لسه صاحبها ما شطبهاش بمعنى اصح. ممكن واحد ينفذ وفي خلال اقل من شهر كان مشطب الشقه بتاعته، كان حاطط الجدران الخارجيه والكلام ده. ممكن يبقى في عندك بدرومات، ما هي البدرومات دي بعيده عن العوامل البيئيه الجويه اللي بره، هتتاثر زي الرفت مثلا، هتتاثر زي مثلا سقف بدروم تحت الارض هيتاثر. سؤال محتاجين اجابه عليه. طيب بعد ما هنشطب، هل العمدان الداخليه هتتاثر؟ هل في تكييف جوه؟ هل في فرن جوه؟ الموضوع مختلف جدا. ده سؤال لو عرفنا نجاوب عليه هنحل مشكله كبيره. في ناس بتهرب تقول لك لا انا هدرس المنشا كله على حراره ويبقى انا كده اخدت الكريتيكال كيس. لا انت ما خدتش الكريتيكال كيس، ده انت هتسبب في تكلفه كبيره جدا كان ممكن ما تحتاجهاش. اذا محتاج منك تعرف المنشا بتاعك ده ايه هي العناصر اللي ممكن تتاثر باختلاف درجه الحراره. تمام. طب اسالك سؤال، هل العمود تاثيره هيكون زي تاثير السقف في درجه الحراره؟ هو ايه العنصر الاساسي اللي بيتاثر بدرجه الحراره؟ الطول. هل العمود اللي ارتفاعه 6 متر هيبقى زي بلاطه اسبانها ممكن يصل ل 100 متر؟ اكيد لا. يبقى اكيد البلاطه مهمه جدا في الحراره عن المين؟ عن العمود. صح ولا غلط؟ ده كلام سليم. يعني انا ممكن اتجاهل دراسه الحراره على العناصر الفيرتيكال، على العناصر الرأسيه زي الاعمده والشير وول، لكن مهمه جدا في دراستها في عناصر افقيه زي الكمرات والبلاطات. ده حاجه ممكن اكتشفها يعني بعيدا عن بقى ايه مين هيتاثر ومش هيتاثر، او بعيدا عن التنفيذ او التشغيل. اذا برضو ده سؤال مهم لازم نجاوب عليه. طيب بعد ما انا حددت السؤال ده وعرفت اجابته، بقى دلوقتي معايا درجه الحراره التصميميه نتيجه العوامل البيئيه، ومعايا درجه الحراره كشرينكش كقيم، ومعايا البيهيفير بتاعهم، ومعايا كمان العناصر اللي في المنشا بتاعي اللي هتتاثر بدرجه الحراره دي وبالشرينكش ده. السؤال الرابع، انت داخل تعمل ايه في الحراره؟ داخل ادرسها. طب الدراسه دي هدفها ايه؟ هدفها ان انا اصمم القطاعات الخرسانيه بتاعتنا لمقاومه الاجهادات المتولده نتيجه الحراره، وبالتالي اضافه بعض الكونكريت دايمنشن واضافه حديد تسليح اضافي. حلو. دي مرحله بنسميها ديزاين، تصميم. صح ولا غلط؟ حلو. زائد مرحله ثانيه ان انا اتاكد بعد ما انا درست، بعد ما درست الحراره بتاعتي وصممت القطاعات بتاعتي وطلعت الحديد الاضافي كمان، ان انا اتاكد ان المنشا قابل للاستخدام. اذا محتاج اعمل تشيك، هو المنشا انت ما قسمتوش فبالتالي التمادل والانكماش موجود، بس التمادل والانكماش خليتهم يتقاوموا عن طريق حبه خرسانه زياده وحبه حديد اضافي زياده خلاف الحاجات اللي كانت طالعه نتيجه الفيرتيكال لود مثلا. طيب هل ده هيمنع التمدد والانكماش؟ لا، هيتمدد الانكماش، هيحصل له تمدد ويحصل له انكماش. ايه بقى التشيكات اللي المفروض تعملها؟ ما هو انت لما رحت صممت المنشا نتيجه الزلازل، هل انت رحت صممت الشير وول والاعمده على مقاومه الاحمال الجانبيه وشكرا، ولا انت عملت التشيكات؟ اتاكدت ان المنشا امن زلزاليا عن طريق بعض التشيكات وبعد كده صممت. انت اصلا المنشا لما بتيجي تصمم نتيجه فيرتيكال لود انت بتعمل تشيكات زي تشيك بانشنج وتشيك ديفليكشن على البلاطه مثلا. صح ولا غلط؟ وعلى عمود مثلا زي تشيك سلندر هيحصل باكلنج ولا لا؟ فانت اصلا تصميمك نتيجه المنشات نتيجه الاحمال الرئيسيه بتعمل تشيكات. اذا اكيد لما اجي ادرس حراره هيبقى في عندي حاجتين، ديزاين وتشيك. طب سؤالي بقى، هل في الكود ديزاين كونسبت معين نمشي عليه؟ للاسف لا. هل في الكود تشيكات الحراره؟ للاسف برضه لا. يعني للاسف مش موجود ده ومش موجود ده. طب احنا هنعمل ايه؟ هنقرر ازاي؟ طيب ايه هو المسؤول عن الديزاين؟ اللود كومباينيشن الالتيميت. وهي المسؤوله عن التشيكات اللود كومباينيشن السيرفيسبيلتي. لو رحنا للكود المصري وقلنا للكود المصري، طب يا كود انت عندك اللود كومباينيشنز بتاعت الالتيميت فيها تمبريتشر؟ عنده فيه لود كومباينيشن للتمبريتشر.
طب بعد اذنك يا كود، انت عندك لود كومباينيشن فيها تمبريتشر، بس في حاله السيرفيسابيلتي هلاقي الكود المصري ما عندوش. ده مشكله يعني كده. لو انا لو انا قلت انا هعمل تصميم للتشيكات دي من عندي، لو استخدمت اللود كومباينيشن بتاعت الكود المصري اخر ديزاين بس، ما هو الديزاين ده طلع استريسز خلاص محلوله، اجيب اللود كومباينيشنز اللي فيها التمبريتشر في الكود المصري كالتيميت، طلع الاستريس الزياده وهكافئها بخرسانه حديد تسليك. لكن دلوقتي لو عايز اعمل تشيكات على التمدد والانكماش بتاع الخرسانه عن طريق اللود كومباينيشنز بالسيرفيسابيلتي، انا بعمل تشيك بالسيرفيسابيلتي طبعا عشان خاطر اتاكد ان المنشا في حاله الاستخدام صالح للاستخدام اصلا، مش هلاقي لود كومباينيشن في الكود المصري فيها تمبريتشر، فدي مشكله. اروح على الكود الامريكي، الكود الامريكي عامل لي في الالتيميت لود كومباينيشن فيها تي، وعامل لي في السيرفيسابيلتي لود كومباينيشن فيها تي. يبقى انا مثلا هروح اشتغل بالكود الامريكي وانا في مصر؟ ده سؤال مهم لازم نعرفه. طب نفترض دلوقتي ان انا عملت التصميم، والتصميم ده مقدور عليه انا وانت نقدر عليه، اللي هو استريس زياده هيكفيها خرسانه وحديد زياده. طب التشيكات، انت في نتيجه الاحمال الرئيسيه بتعمل تشيك بانشنج وديفليكشن، انت عارف بتعملهم ازاي؟ في الاحمال الجانبيه بتعمل تشيك على الانترستورت ريفت، وبتعمل تشيك على الاوفر تيرنينج والسلايدنج والبي دلتا والاكسيدنتال تورشن والكلام ده، بتعمل عليه تشيك عادي. لان الكود قايل لي ومفهمني ومعرفني وقايل لي الخطوات، انا كيوزر هفهم الكلام ده لانه قايل لي اعمل 1 2 3. طب انت دلوقتي يا باشمهندس، ايه هي تشيكاتك على الحراره؟ هي اللي تشيكات اللي بتعملها على الحراره. لا يوجد كود تكلم عن هذا الموضوع، انا ما شفتش بحث او كود قال هي اللي تشيكات الحراره، غير بحث واحد انا قلته النهارده بتاع مارتن اند اكوستا، اللي هو قال لك انا قلت ان التمدد والانكماش بتاع المنشا محدد بزاويه سيتا، اللي هو مقدار دلتا معين اللي هو اتش من 180 من ارتفاع العمود، يعني ارتفاع العمود على 180 عشان خاطر ما يسببش ضرر كبير للنون ستراكشر اليمنت او الاستراكشر اليمنت الخارجيه، اللي يعني العمدان اللي بره ما تملش بزاويه كبيره، في نفس الوقت الحوائط اللي موجوده معاها الطوب ما تملش بزاويه كبيره فيحصل لهم ايه؟ دمار. على فكره ده تشيك مهم جدا. احنا بقى عايزين نقول طب ما تيجي نعمل التشيك ده اللي هو زي التشيك بتاع الانتر ستوري دريفت بتاع الزلازل، بس المشكله ايه هي الالاوبل ليميت؟ ايه هو الحد المسموح به؟ كام؟ ما نعرفش. طب في تشيكات ثانيه؟ اه في تشيكات ثانيه. مش التمدد الانكماش ده، التمدد هيعمل ايه في الخرسانه؟ هيسبب شد ولا ضغط؟ لما السقف يتمدد العمدان بتحاول ترجعه تاني، فالعمدان بتضغط عليه. لما السقف ينكمش فالعمدان بترجعه تاني، فالعمدان بتشده. يعني ممكن السقف يبقى عليه ضغط وعليه شد في نفس الوقت، ده هيسبب كراكس خصوصا في حاله الشد، لان ممكن في حاله الشد تبقى قوه الشد او التنسايل ستريسز اجهادات الشد اكبر من التنسايل سترينث، اكبر من مقاومه الشد اصلا، فممكن الخرسانه تنهار يحصل فيها كراك. اه ساعتها نبدا نقول المنشا نشيك على الكراك ويتس، على عرض الشرخ اللي ممكن يتوقع. الكود المصري عامل لك اربع كاتيجوري للمنشات، وكل منشا ليه كراك ويتس معين. فاحنا ممكن نقول والله ان الحراره لو سببت لي كراك ويتس كذا، لا ده مشكله، ابدا ازود الخرسانه وازود مقاومتها اكتر. يعني انا من وجهه نظري انا شايف كصلاح اهو ان انا بقترح ان من احد التشيكات اللي نعملها انتر ستوري دريفت. مش هتسميه انتر ستوري دريفت، هنسميه دريفت، هنسميه ديسبليسمنت، الازاحه الجانبيه نتيجه التمدد مش الانكماش. وعلى فكره والانكماش برضه، ما الانكماش ده برضه هيسبب ايه؟ دمار للحوائط، وهيسبب برضه دمار العناصر الخرسانيه الخارجيه اللي على اطار المنشا زي الاعمده او الحوائط الطوق الخرسانيه او حوائط الطوق. يبقى نحدد الاوبل ديسبليسمنت مسموح بيها نتيجه الحراره، نحدد كراك ويتس معين، عرض شرخ معين ما يزيدش عنه، تمام. دي كلها حاجات ممكن نحطها كتشيك. يبقى نصمم نطلع استريس زياده، نطلع كونكريت دايمنشنز وحديد يقاوم الاستريس دي، نشيك السيرفيسابيلتي بتاعتي عشان خاطر المنشا يتم استخدامه بشكل امثل بدون اي خوف من العملاء او بين المالكين او بين السكان او الناس الطبيعيه، ان ما يحصلش ازاحه جانبيه كبيره، وما يحصلش في نفس الوقت كراك ويتس بشكل كبير يظهر قدام الناس ويبقى بعين المجرد. ده كاقتراح مني، الكلام ده ملوش اساس من الكود او معنى صح او اساس علمي.
بس ده اقتراح انا شايف ان انا اعمله، ولو انا اتحطيت في الموقف ده هبدا ان انا اشوف ليميتس معينه. طب واحد قال لي طب الليميت ده لو هو في الديسبيسمنت هتعمله ازاي؟ والله الموضوع ده هيختلف. لو المبنى هيتبنى بالطوب، فالطوب ده ليه اقصى زاويه ميل، هروح اسال بتوع الماتيريال. ولو المبنى ده هيتعمل فيه كلادنج، فالكلادنج دي بالازاز ليها زاويه استقرار، لو ميل الازاز نزل على حاجه معينه الازاز ده هيقع فيه وزنه الذاتي، يبقى اسال بتوع الازاز. لهم علاقه بارتفاع الدور، ارتفاع الدور لو 3 متر ايه الرقم؟ لو 4 متر ايه الرقم؟ لو 5 متر ايه الرقم؟ يعني برضو الموضوع ما هوش سهل. صح؟ ده اكيد. كل الكلام ده بقى لو انا قدرت اجمعه كانبوت، انا شايف دلوقتي ان الخطوه الاخيره هاو تو دو، ازاي اعمله على برنامج بقى؟ ازاي اعمل ده على البرنامج؟ فدي كلها اسئله انا محتاج اجاوب عليها. لو انا جاوبت عليها فعلا هبقى جاهز ان انا ادخل على البرنامج حرفيا واقول للبرنامج انا معايا الانبوت بتاعتي اهي، اتفضل دي الانبوتس النهائيه، بعد اذنك اعمل لي اناليسيس. خلاص انت خلصت الليله كلها. طيب انا هسال سؤال دلوقتي لحضراتكم، هل في حد من حضراتكم شايف ان في انبوت ثانيه ممكن تضاف ولا لا؟ لو حد عنده اي حاجه يا ريت يرفع ايده. وانا عامه مش هقدر اتكلم اكتر من كده طبعا، انا لسه عامل سلايدز تانية كتيره تحت اهي ليها علاقه بالتمبريتشر تشينج وليها علاقه بالشرينكج، بس لو انا شرحتها طبعا لحضراتكم دلوقتي مش عايز اطلع حضراتكم فكل الحكايه، ان احنا ممكن نخلي الاجابه على الاسئله دي، يعني انا لما سالت الاسئله دي مش سالتها كده وانا مش عارف اجابتها، لا انا عارف اجابتها من وجهه نظري انا، تمام، ومعايا بعض المصادر ممكن نستعين بيها، بس انا قلت اقولها لان ممكن كل واحد يبدا يفكر فيها من دلوقتي للاجتماع اللي جاي ان شاء الله لسه هنحدده، ممكن يبقى الجمعه الجايه في نفس الميعاد برضو، بحيث ان يبقى كل واحد ليه اجابه معينه. احنا على فكره انا مش جاي النهارده افرض رايي عليكم، انا مش جاي النهارده افرض رايي عليكم، انا جاي النهارده اتناقش معاكم، لان ممكن الحاجه اللي انا وصلت لها دي تبقى حاجه صغيره جدا من علم كبير احنا ما نعرفش عنه حاجه، وممكن كل واحد فيكم كان عنده في دماغه استفسار معين، او ممكن من خلال اللي احنا شرحناه ينتج استفسار معين يخلينا نبحث في ناحيه ثانيه خالص انا ما كنتش واخد بالي منها، عشان كده ما قلتش ان دي محاضره، لا ده دي حلقه نقاش احنا بنتناقش، انا عرضت وجهه نظر وعلى المستمع الاتفاق معها او ابداء وجهه نظر اخرى. فانا يا باشمهندس او يا باشمهندسين هسيب الاربع استفسارات دول عشان خاطر نجاوب عليهم الاسبوع اللي جاي، ازاي هنحدد قمه درجه الحراره البيئيه ديت الجو وتصرفها عامل ازاي، وازاي نحاول او نحول الشرينكج اللي بيحصل في الخرسانه لدرجه حراره بالسالب، وازاي نعرف شكله هيبقى عامل ازاي، ومن خلال الاثنين دول نقدر نحسب درجه حراره اساسيه نعتمد عليها في شغلنا، وازاي نحدد العناصر اللي ممكن تتاثر بالحراره دي، هل كل العناصر والعناصر المعينه، هل في مرحله التنفيذ، هل في مرحله التشغيل، وايه بالظبط، وهل لما يكون جوه في فرن او جوه في تكييف بره الموضوع هيختلف ولا لا، وبرده بعد دي كلها ايه هي اللود كومباينيشنز اللي هنشتغل عليها عشان نعمل ديزاين وعشان نعمل تشيك. طب هل في ديزاين كونسبت موجود في الكود؟ لا. طب هل في تشيكات للحراره؟ لا. اذا احنا المفروض نبحث، ولو بحثنا وما لقيناش اذا احنا اللي لازم نقترح، ما هو العلماء اللي عملوا الكود دول مش احسن مننا حاجه، يعني الناس اللي عملت الكود دي ما هي ناس زينا زيهم اجتهدوا وعبروا برايهم، ما احنا هم للاسف سايبين الموضوع ده وما قالوش عنه حاجه، وكلها اجتهادات شخصيه زي ما انتم شايفين، ريكومنديشن جاست جايد لاينز بس. فاحنا ايه المشكله لما احنا نجتهد ونحط خبرتنا في الموضوع ده، بس على اساس بقى ايه منطقي مش مجرد حاجات كده وخلاص. لو قدرنا نجاوب على الاربع اسئله دول يبقى الخط رقم 5 دي جاهز للتطبيق، نبدا بقى نخش نشوف بقى البرامج اللي ينفع تنفذ حاجتنا دي، تمام. والبرامج دي البرامج دي ايه؟ وليكن زي الايتابس. طب الايتابس اهو هندخل على الايتابس بقى ان نوصف الليله اللي احنا عملناها دي ازاي. ما ينفعش ادخل على الايتابس او على برنامج عشان اطبق من غير ما اعرف الفكره والهدف الاول، والا هبقى داخل على عمايه داخل كده مغمض ومش شايف قدامي وهقع وهتكعبل.
لكن لو انا داخل عارف انا هعمل ايه وعارف ايه الانبوت بتاعتي الداتا بتاعتي المتاحه وعارف انا بعمل ايه بالظبط، يبقى البرنامج هيطبق اللي انا عايزه والنتيجه هتطلع نتيجه منطقيه وطبيعيه جدا لان انا اشتغلت في البدايه صح.